بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله بالجميع. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27. هذا اللقاء الذي يأتي تحت عنوان مهارات اتخاذ القرارات. كيف نستطيع اتخاذ القرار؟ كيف نستطيع في المنظمة الإدارية أن نقوم بعملية اختيار قرار؟ هذا القرار أيها الأحبة يكون مناسب لإدارتنا، يكون هذا القرار بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا متماشيا مع طبيعة أعمالنا، أيضا هذا القرار يكون أيها الأحبة يعطي منظور استراتيجي ومنظور تشغيلي لنا. هذا اللقاء أيها الأحبة يأتي ضمن حزمة برنامج التمهيد الرمضاني لإعداد أخصائي التطوير الإداري. هذا البرنامج الذي انطلق في رمضان، ونحن اليوم في اليوم 27 منه، أي أننا في الحلقة 27، في اللقاء 27. هذا اللقاء الذي نستهدف فيه تمهير رمضاني لإعداد أخصائي التطوير الإداري. هذا اللقاء استهدفنا فيه أربع حزم: حزمة التخطيط، حزمة التنظيم، حزمة التوجيه، حزمة الرقابة. كنا قد فرقنا من حزمة التخطيط وحزمة التنظيم وحزمة التوجيه وحزمة القيادة، ونحن اليوم شبه نختم حزمة التقييم، باقي لنا فيها غدا بإذن الله سبحانه وتعالى مهارات بناء كتابة التقارير. اليوم عندنا موضوع جدا هام يعتبر لب العملية الإدارية، وهو موضوع اتخاذ القرار. كيف تستطيع أن تتخذ قرار؟ أمس كان عندنا موضوع مهم جدا وهو مهارات حل المشكلات، وهو عبارة عن ترابط كبير جدا ما بين حل المشكلات واتخاذ القرار، وسنرى هذا الأمر أيضا اليوم عندما نتحدث عن عملية اتخاذ القرار. ولذلك أرجو من الكل الذي يتابعنا اليوم أن يطلع أيضا على مهارات حل المشكلات اللي هو اللقاء السابق موجود على قناتنا على اليوتيوب. كل الحلقات، كل اللقاءات الماضية تم تسجيلها على اليوتيوب على قناة مهارات نجاح وإتقان الدولي، أرجو أن ترجعون لها بإذن الله سبحانه وتعالى من أجل الاستزادة أكثر. أي سؤال، أي استفسار حولها اتصلوا بنا، لا تترددوا بالاتصال بنا أيها الأحبة. نحن في هذا اللقاء الآن سبحان الله في اليوم 27 من رمضان، في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى كل يوم أصلاً كان في رمضان لدينا لقاء عصريات رمضانية. هذا اللقاء أيها الأحبة سيكون تتويجاً لكل ما أخذناه في اللقاءات الماضية. إحنا باقينا موضوع بكرة كيف نكتب التقرير ونخلص، لكن اليوم عندنا كيف نتخذ القرار في حال إذا حصل عندنا حاجة للتصحيح، أو حصل عندنا حاجة إلى عملية إن كيف نستطيع أن نقوم بعملية التفاعل داخل المنظمة. ولذلك أحبتي الكرام، أرحب بكم في موضوع اتخاذ القرارات وكيفية وآلية اتخاذ القرار بشكل فعال بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، أرحب بكم، أنا أخوكم محمد العامري، أحمد شهادة دكتوراه في مجال علم النفس الإداري، سبقا حضرت مجموعة دورات من ضمنها دورات سيكس سيجما، حصل على حزام أسود متقدم في السيكس سيجما، وأيضا في إدارة المشاريع، وسبق أني الله سبحانه وتعالى حظني بأن قدمت مجموعة من الدورات التدريبية في العالم العربي وأيضا خارج العالم العربي، واستفدت كثيرا جدا من مداخلات وحوارات الإخوة، وما زلت حتى الآن أتعلم. ولذلك أرحب بكل أسئلتكم، بكل استفساراتكم، وأرجو أنكم ما تبخلوا علينا بأسئلتكم واستفساراتكم. فأسئلتكم واستفساراتكم هي ما يغنينا، هي ما يثرينا، ولذلك كل سؤال منكم، كل استفسار سيعطينا إضافة جديدة. هذه أيها الأحبة أرقام جوالي، هذه إيميلاتي، وأرحب بكل سؤال وكل استفسار منكم حول هذا اللقاء أو حول اللقاءات الماضية بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، دائما لدينا اتفاقية للتدريب ننطلق منها، وهي مقولة سفيان بن عيينة رحمة الله عليه عندما سألوه سؤال: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم، لأن الخطأ منه أقبح. كل ما الإنسان تعلم، كل ما الإنسان أضاف نفسه مهارات ومعارف جديدة، كل ما كان بحاجة أن يكون لديه قدرة على عملية التعلم. ولذلك القائد بطبعه يجب أن يكون متعلم دائم، ويبحث دائما عن التعلم، يبحث دائما أن يضيف لنفسه قدرات جديدة. صمويل جونسون كاتب بريطاني يقول عبارة أيضا جميلة، يقول: إذا أردنا أن يتم العمل دون تعب، فعلينا أولا أن نتعب في تعلم هذا العمل. دائما أيها الأحبة تذكروا، الأشخاص الأكثر نجاحا في أي تخصص هم من يتعلمون الأساسيات أولا ويأخذون وقتهم في تعلمها، بينما كثير من الناس يتجاوزون الأساسيات من أجل مسابقة الزمن. يعني يبغى يرضي مديره، يبغى ينفذ المهمة المطلوبة منه، يبغى بسرعة يجتاز الاختبار، وبالتالي ما يتعرف على أساسيات العلم، وبالتالي المعلومات اللي يأخذها يبنيها على شيء غير متين، وبالتالي سرعان ما ينساها. ولذلك إذا أردنا أن نتعلم أي علم من العلوم، علينا أولا أن نتعلم أساسيات هذا العلم، أن نتبحر في أساسياته، أن نتتلمذ، أن نعرف كيف نستطيع أن نجمع معلومات فيه، وبعد ذلك نبدأ في عملية الاستزادة. ولذلك أحبتي الكرام، إحنا موضوعنا اليوم موضوع مهارات اتخاذ القرار. فيا ترى
كيف نستطيع اتخاذ القرار داخل المنظمة؟ هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لنا ومثير. هدفنا اليوم أيها الأحبة إثراء وتطوير خبرات المشاركين، صقل مهاراتهم الخاصة بأساليب مهارات اتخاذ القرارات بكفاءة وفاعلية، حتى يتمكن بإذن الله سبحانه وتعالى القائد من النجاح في تحقيق أهدافه وإيجاد البدائل والحلول للتحديات التي تواجه خططه ومشاريعه في الحياة، وتحقيق الإنتاجية العالية لذاته ولمنظمته. أحبتي الكرام، بعد كل جزء سأشرح جزء ثم سأسأل سؤال: ماذا تعلمنا؟ ماذا تعلمنا؟ ماذا تعلمنا؟ ماذا تعلمنا؟ وسيشاركني مجموعة من الإخوة والأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى في الإجابة عن هذا السؤال. ماذا تعلمنا؟ لا تعني ماذا شاهدنا أو ماذا قرأنا في العرض، لا، تعني ماذا تعلمنا؟ ماذا أنت استفدت؟ ما المعلومة التي حصلتها الآن؟ ما الشيء الاستفادة اللي أضيفت لك هذا اللقاء؟ ولذلك أحبتي الكرام، أتمنى أنكم دائما أنكم تناقشون معي في ماذا تعلمنا، ماذا تعلمنا، ماذا تعلمنا، كل مسألة هذا السؤال. معناه ماذا ستتعلم على المستوى الشخصي؟ ماذا ستطبق؟ ما الذي سيتحسن في عملك؟ ما الذي سيتحسن في حياتك؟ ما الخبرات تنقلها للآخرين؟ كيف ستستمر في عملية التعلم؟ هذا السؤال جدا مهم بالنسبة لنا في لقاءاتنا. نحن في هذا اللقاء أيها الأحبة نستهدف مهارات اتخاذ القرارات. في هذا اللقاء لدينا هدف أساسي أن نتعرف القائد كيف يتخذ قراره داخل المنظمة. ولذلك أحبتي الكرام، في هذا اللقاء أهدافنا أن نبين كيف أثرت التكنولوجيا على المعلومات في منظمات الأعمال، أن يحدد مفهوم القرار ومراحل صناعته وأنواعه، أن نشرح كيف يستطيع الشخص الحاضر معنا معرفة مصادر التعقيد اللي ترافق عملية صناعة القرار، وايضا ان يتمكن المشارك معنا ان يوضح الظروف التي يتخذ في ظلها القرار، ويلخص جدول خصائص نماذج اتخاذ القرار، وان يستعرض دور المعرفه في القرارات. هذا هدفنا باذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. سنتعرف في هذا اللقاء على مراحل عمليه اتخاذ القرار، سنتعرف على اليات اتخاذ القرار، سنتعرف ايضا على كيفيه تحليل السبب الجذري للمشكلات واتخاذ القرار من خلاله. ولذلك سنتعرف ايها الاحبه على مجموعه من المعلومات اثناء هذا اللقاء. سنعرف تاثير تكنولوجيا المعلومات على مكان العمل والعمليه الاداريه، سنتعرف على تكنولوجيا المعلومات ودورها الاساسي اليوم في منظمات الاعمال، تكنولوجيا المعلومات والعمليه الاداريه، وسنتعرف على مفهوم القرار وانواعه ومراحل صناعه القرار وانواع القرارات الموجوده داخل المنظمه، سنعرف ظروف اتخاذ القرار ونماذجه ومصادر التعقيد التي ترافق عمليه صناعه القرار واتخاذه، سنتعرف ايضا على الظروف التي يتخذ القائد في ظلها القرار، سنتعرف ايضا على نماذج صناعه القرار، وسنتعرف على المشاركين معنا في صناعة القرار ودور المعرفة فيها، وسنعرف كيف نستطيع أن نقوم بعملية مشاركة القرار بعلم الإدارة الحديث، كله علم تشاركي. سنتعرف على كيفية تشارك القرارات وكيف نستطيع أن نبنيها. سنعرف أيضا المعرفة ودورها في عملية اتخاذ القرار، قضايا أخرى أيضا ذات علاقة بصناعة القرار. هذا كله بإذن الله وأكثر سنتعرف عليه في هذا اللقاء. إذن أيها الأحبة، هذا حديثنا اللي سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى خلال هذا اللقاء. نحن إذا أحبتي الكرام، نحن في هذا اللقاء نستهدف 4 مواضيع أساسية: تأثير تكنولوجيا المعلومات على مكامن اتخاذ القرار، أيضا مفهوم القرار وأنواعه، ظروف اتخاذ القرار ونماذجه، المشاركة في صنع القرار ودور المعرفة. لا يمكن عندما تتحدث عن القرارات والمنظمات أن تترك موضوع التقنية والتكنولوجيا كمؤثر كبير جدا حاصل اليوم في منظمات الأعمال. من المحزن ومن المؤسف ومن الشيء الذي يدمل هالقلب أحيانا أن تدخل أحد المنظمات فتجد مدير منظمة أمامه أفضل شاشة موجودة في كل منظمة، أفضل شاشة هو اختارها وجابها حطها على المكتب عليه، لكن ما عنده نظام إلكتروني للتواصل مع موظفين، ولا يستخدم التقنية لعملية ماذا؟ لعملية اتخاذ القرارات. هو فقط يتوقع أنه أهم شيء أنه عنده حاسب، فالحاسب عنده غير متصل، وبالتالي هو ما يستطيع الاستفادة من قدرات التقنية في عملية حل المشكلات. والأعجب من ذلك أن الدول، أكثر الدول ما قصرت، وضعت عند القائد لوحة شاشة بلازما كبيرة جدا موجودة عنده، هذه الشاشة مفروض أن يعرض عليها داشبورد المنظمة، لكنك لما تدخل عنده تلقاه حط عليها أحد القنوات الإخبارية، وكأنما تستغرب حتى هل إحنا دورنا في الشركة أو في المنظمة نجلس نتفرج الأخبار؟ هل دور القائد أنه يدخل مكتب ويجلس يتفرج الأخبار؟ هل هذا هدف ممكن تضعه الدولة، هدف أنها تضع شاشة ضخمة بهذا الشكل في غرفة القائد من أجل القائد يتابع الأخبار ويشوف القنوات التلفزيونية؟ هذا ليس هدف. إذن ما الهدف؟ الهدف هو أن يستخدم القائد هذه التكنولوجيا وهذه التقنية في عملية صنع القرار ومتابعة مدى القدرة على عملية تنفيذ القرار.
ولذلك أحبتي الكرام، أول موضوع عندنا نريد نتحدث عنه، إحنا لما نتكلم اليوم عن موضوع القرار، إحنا نتكلم عن جوهر العملية الإدارية، المحصلة النهائية للعملية الإدارية، محصلة عمل المدير، تاج العملية الإدارية هي موضوع اتخاذ القرار. اتخاذ القرار هو الحالة التي من خلالها نستطيع أن نعرف أن المنظمة تسير نحو أهدافها أو يوجد انحرافات. هذه القرارات أيها الأحبة هي التي تظهر فيها عملية الإدارة وعملية القرار، وبالتالي أنواع القرار وأنماط القرارات هي حياة المنظمة، هي العمل الأساسي الموجود عند القائد، وبالتالي هذا الأمر يستدعي من القائد دائما أن يكون عنده القدرة على العمل الجماعي، أن يساعد في عملية اتخاذ قرار بعمل جماعي يجعل الكل ينخرطون فيه ويجعل الكل يندمجون فيه. هنا تكمن عندنا ما نسميها تقنية المعلومات. تقنية المعلومات أيها الأحبة للأسف مفهومة حتى الآن في بعض منظماتنا في عالمنا العربي فهما خاطئاً، أن تقنية المعلومات معناها هي عبارة عن الحاسب الآلي. تقنية معلومات معناها أن فيه حبر ناقص في الطابعة فبنغير الطابعة. معقولة ندرس واحد بكريوس 4 سنوات وبعدين يجي يتخرج عندنا عشان نحطه مدير تقنية معلومات عشان نغير أحبار الطابعة؟ معقولة يا جماعة؟ لا، ليس كذلك. إذن ما هي تقنية المعلومات؟ تقنية المعلومات هي تلك الحلول التي تقدم للعملية الإدارية من أجل تفعيل عمليات الإنتاج وعمليات التوظيف وعمليات التشغيل وعمليات التسويق الموجودة داخل المنظمة. هذا الدور الأساسي لتقنية المعلومات. تقنية المعلومات دورها الأساسي أن تساعد القائد الإداري في عملية اتخاذ القرار وتزوده بالبيانات وتزوده بالمعلومات لتساعده أن يدعم اتخاذ قراره. وبالتالي هنا يظهر عندنا ما نسميه أنظمة الـ ERP، أنظمة الـ ERP2، وهي أنظمة تساعد في عملية اتخاذ القرار بكل خوارزمياتها، هدفها الأساسي أن تساعد القرار في اتخاذ القرار. في علم الإدارة أيها الأحبة، في الإدارة بالأهداف، أذكركم بهذه اللوحة، دائما الإدارة بالأهداف هي نظرية وأسلوب عمل إداري يتم فيه تحديد الأهداف بصورة جماعية حتى يتحقق عملية مشتركة. عادة بعد أن تحدد المنظمة أغراض المنظمة واستراتيجيتها يبدأ الآن ما الذي تكون عند المرؤوسين عند الرؤساء من مفهوم، وماذا تحدث عند المرؤوسين أيضا من مفهوم. هنا يحصل عندنا عملية التشاور، يجلسون سوا يتناقشون يسوون اتفاق متبادل ثم يتفقون على الخطة التنفيذية للأعمال، الخطة التشغيلية، الخطة الفردية، أيضا يتفقون على دليل السياسات والإجراءات على الهيكل الإداري للمنظمة، ثم يقومون بتحديد المهام وتنفيذها ومراجعة الأداء والرقابة عليه، وعند وجود أي تغييرات فإنهم في تلك اللحظة قد يعملون عملية مراجعة لتلك التغييرات، وهذا ما نسميه عملية إدارة المعرفة. إذا كان كل شيء ماشي صحيح سيقوم بعملية التطوير وتخطيط الأهداف المستقبلية. هذا العمل معناه أنه هذه اللوحة توضح لنا الشيء التالي، أن علم الإدارة علم تشاركي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن علم الإدارة أيها الأحبة يعتمد بشكل كبير جدا على عملية التقنية. لماذا؟ من أجل ربط العلاقات ما بين الرؤساء والمرؤوسين، وهذا كله يساعدنا إن إحنا كيف نستطيع نتعلم وكيف نستطيع نستفيد داخل المنظمة. فالمنظمة المتعلمة، المنظمة القائدة، هي تلك المنظمة اللي تضيف لأنفسها معلومات دائمة. إذن أحبتي الكرام، التقنية لها دور كبير جدا في عملية حل مشكلاتنا وعملية إعطائنا دور بها. ولذلك اليوم لما نتكلم عن القرار الإداري وحل المشكلات سنتكلم معها عن عمليتين، عملية تسمى عملية الأتمتة، وهي عبارة عن تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات تقنية لما يجري وضع حلول الأتمتة، وعملية أخرى اسمها عملية المكنكة، وهي أن تحول العمليات الإدارية عندك إلى شيء ميكانيكي يساعد في عملية أيضا حل المشكلات. مثال على ذلك، العمليات الآن الاستعلام من خلال الأنظمة الإلكترونية تسمى عمليات أتمتة من خلال النظام الإلكتروني. عمليات الآن المكنكة مثل عملية أرشفة الملفات ونقل الملفات ونقل العمليات داخل المنظمة. إذن المفترض أن سنستفيد من هذا الأمر من أجل تخفيف الهدر اللي عندنا ممكن يكون أثناء العمل داخل المنظمة. قبل أن أبدأ خلنا أسألكم سؤال، حتى الآن ماذا استفدنا؟ إذن عندنا أولا مجموعة مفاهيم، هذه المفاهيم لابد أن نتعرف عليها قبل أن ندخل لموضوع القرار واتخاذ القرار. هذه المفاهيم تسمى مفاهيم إجرائية لابد أن تكون موجودة عندنا دائما عندما نريد نتحدث عن موضوع القرار. هذه المفاهيم سنستعرضها أثناء لقاءنا اليوم، ويهمني جدا تحديد هذه المفاهيم والاتفاق عليها قبل ما ننطلق اليوم. أول مفهوم عندنا مفهوم المشكلة. المشكلة أيها الأحبة هي موقف تفشل فيه المنظمة من إنجاز أهدافها أو بعض أو أوجه الأداء غير مرضية. يعني بمعنى ليس الفشل دائما نهائي، بل ممكن حتى يكون عندنا أداء
غير مرضي، هذا ما نسميه مشكلة، مشكلة داخل المنظمة. عندنا أيضا مفهوم آخر، مفهوم الفرصة. أحيانا كل مشكلة قد تحوي مجموعة فرص، فالفرصة عندنا موقف يرى فيه المديرين إنجازات منظمية كامنة تتجاوز الأهداف الموضوعية. يعني ممكن يكون عندنا في شيء كامل ممكن نأخذه ونحوله عندنا إلى ماذا؟ إلى فرصة. وبالتالي إحنا الآن سنستفيد من كل مشكلة، كل نقطة عندنا لتحويلها إلى فرصة. أيضا عندنا مفهوم آخر، مفهوم التشخيص، مهم جدا في عملية اتخاذ القرار. التشخيص، مرحلة تحليل الأسباب الرئيسية من قبل المدير مرتبطة بالموقف أو المشكلة أو الفرصة، شيء مهم جدا عملية التشخيص. فلا يمكن أن نتحدث عن اتخاذ قرار لا يسبق عملية التشخيص. أيضا شيء مهم جدا بالنسبة لنا حل المشكلة. حل المشكلة معناه مجمل الأنشطة المرتبطة بصنع القرار واختيار البديل الأمثل وضع موضع التنفيذ. كذلك أيضا القرار معناه اختيار بديل من عدة بدائل متاحة في سبيل تحقيق أهداف معينة. إذا لما أقول لك ما هو القرار، القرار هو عبارة عن اختيار بديل من عدة بدائل متاحة. أين يظهر هذه البدائل؟ تظهر عندما نقوم بعملية حل المشكلات، لما نستخدم النموذج العلمي حل المشكلات ونسوي عصف ذهني، فتظهر عندنا مجموعة بدائل. هذه البدائل معناها عبارة عن حلول مقترحة، تختار منها أفضل بديل يتناسب مع إمكانياتك، هذا ما نسميه عملية القرار. القرار هو اختيار بديل من عدة بدائل متاحة في سبيل تحقيق هدف معين. أيضا لدينا مفهوم صنع القرار. صنع القرار معناه مجمل الإجراءات المرتبطة بتشخيص المشكلة أو الموقف وجمع البيانات وتطوير بدائل ثم تقييمها والتوصية بأفضل بدائل. إذن عندنا عملية نسميها صنع القرار، راح تلاحظوا فيها أن نكون بعملية دراسة المشكلة، عملية دراسة أيضا تحليل المشكلة، تحليل سبب جذري المشكلة، حتى نعرف كيف نستطيع أن نصنع القرار. ليس دائما القائد هو اللي يقوم بعملية صنع القرار، ممكن موظف من الموظفين يقوم بعملية صنع القرار وقائد سيتخذ القرار. أيضا عندنا أيها الأحبة عملية اتخاذ القرار هي العملية التي تنصب على عملية تقييم البدائل واختيار أفضلها وتنفيذها وتقييمها. هذه العملية اللي اسمها اتخاذ القرار والعملية اللي اسمها صنع القرار ممكن كلها نقوم بعملية أتمتتها. يعني ممكن نقوم بعملية الآن أتمتت هذه العمليات كلها ونقوم بعملية الآن إعدادها إلكترونيا بحيث يستطيع النظام الإلكتروني القيام بعملية اتخاذ القرار، وبهذه الحالة نخفض الضغط ونخفض أيضا الحمل اللي يكون موجود على القائد ليستطيع الموظف أن يقوم بهذا العمل بشكل إلكتروني. أيضا عندنا أيها الأحبة مفهوم آخر، عملية صنع واتخاذ القرار، هذه مجمل الأنشطة المرتبطة بصنع القرار واختيار البديل الأمثل وضع موضع التنفيذ، أي أنها تشمل العمليتين، تشمل عملية صنع القرار واتخاذ القرار. عندنا أيضا مفهوم تحليل أصحاب المصالح. كل قرار أنت راح تتخذه لازم تعرف مدى تأثير هذا القرار على أصحاب المصالح. من نقصد أصحاب المصالح؟ ليسوا فقط العملاء، ممكن يكونوا المدراء، ممكن يكونوا الملاك، ممكن يكونوا الموظفين، ممكن يكونوا المتعاملين، ممكن يكونوا الموردين، ممكن يكونوا ناس آخرين لهم علاقة بنا. فبالتالي يجب لما تتخذ قرار كقائد يجب أن تدرس مدى تأثير قرارك على بقية أجزاء المنظمة والتفاعلات الموجودة فيها. أيضا أيها الأحبة تحليل التكلفة المنفعة، هذا معناه أنك لما تتخذ القرار يجب أن تعرف كيف تستطيع أن تحلل مدى جدوى هذا القرار اللي اتخذته ومنفعته، منفعته ما هي عليه، وبالتالي هذه مقارنة الكلف مع المنافع المحتملة لكل بديل. يعني بنجيب كل قرار من القرارات وسندرس هذا القرار كم بيكلفنا وما هي المنافع المحتملة عليه، وبالتالي لما ندرس الآن تكلفته والمنافع اللي عليه سنقول نتخذ هذا القرار أو لا نتخذه. أيضا سنقوم بعملية هي عملية الميل للمخاطرة. كل قرار هو أساسا استعداد لتحمل المخاطر الريسك، وبالتالي هذا القرار أيها الأحبة بضوء وجود فرص واعدة وأرباح وفوائد ممكن تكون محتملة قد نتخذ قرارات كنوع من المخاطرة. هذه المخاطرة يجب أن تكون محسوبة، لأن إحنا أحيانا نتخذ قرار بس برؤوس مال الأسهم المساهمين معنا أو قد نورط المؤسسة عندنا بالتزامات مالية كبيرة، وبالتالي لابد ما نعرف كيف نستطيع أن نتعامل مع المخاطرة في ظل اتخاذ القرار. أيضا أيها الأحبة تنفيذ البديل، البديل معناه القرار اللي إحنا اتخذناه كيف سأقوم أترجمه وترجم هذا الخيار اللي تم اتخاذه وترجمه إلى قابليات تنظيمية وإدارية للحصول على النتائج المرغوبة. فلا يكفي فقط أن تتخذ القرار بل لابد أن تنفذه، لابد أن تنجزه، وبالتالي لابد يكون عندي القدرة على تنفيذ هذا القرار، وبالتالي سأعرف هل عندي القدرة أنفذه، هل أنا سأنفذه أم سأنفذه من خلال الآخرين، طيب ما مدى استعداد هؤلاء الآخرين. أيضا عندنا أيها الأحبة مفهوم المشكلة المهيكلة.
بعض المشاكل تكون مشاكل واضحة ذات معلومات متاحة قليلة المخاطر روتينية الحدوث، هذه المشاكل نسميها المشاكل المهيكلة. لماذا؟ لأنه بسهولة نستطيع أن نحولها إلى خطوات إجرائية، فيستخدم هذا المصطلح مصطلح المشاكل المهيكلة مع المشاكل الواضحة المعالم التي بسهولة جدا تستطيع تحويلها إلى خرائط تدفق وتستطيع أن تتابع الإجراءات التي تمت فيها. عندنا أيضا مفهوم آخر، مفهوم القرارات المبرمجة. هذا النوع من المفاهيم يستخدم ضمن حزمة القرارات لما نقول لدينا حلول جاهزة من واقع خبرة سابقة لحل مشكلة روتينية. هذه القرارات المبرمجة عادة ترتبط بخرائط تدفق وخرائط إجراءات، ويصبح عندي هذا القرار مبرمج واضح في السياسات، واضح أيضا في الإجراءات. بمجرد حدوث هذه الأزمة سأقوم باتخاذ هذا القرار، خلاص أنا أعرف ماذا سيحصل عندي، فلان غاب خلاص أنا سأعمل له مساءلة، أنا سأقوم الآن بعملية حصر غيابه، وبالتالي عندي إجراءات متسلسلة. لا، اليوم جاني عميل، طلب العميل يبغى شريحة جوال، عندي قرارات مبرمجة ماذا سأفعل حتى أعطيه شريحة من الجوال. إذا أنا عندي قرار مبرمج، أنا معلم، عندي طالب الآن حصل عنده أنه هذا الطالب يريد أن يذهب كرمكم الله إلى دورة المياه، إذا أنا ما الإجراء اللي عندي موجود؟ هذا الطالب الآن محضر واجبه، ما الإجراء الموجود؟ هذه كلها اسمها القرارات المبرمجة. إذا عندنا نوع يسمى القرارات غير مبرمجة، هذه عبارة عن حلول خاصة لمشاكل غير روتينية، أي أن هناك مشكلة غير معروفة المعالم، جديدة طارئة لأول مرة تظهر عندنا، لم تكن موجودة ضمن الخطة الموجودة عندنا، فيستدعي مني هذا الأمر أن أقوم الآن بعملية وضع حلول خاصة لهذه المشاكل الغير روتينية، والبذل الآن الأسباب لعملية تحويلها إلى قرارات واتخذ فيها قرار أنها غير روتينية بالنسبة لي. عندنا أيضا نوع من المشاكل تسمى المشاكل غير المهيكلة، وهي مواقف غامضة ناقصة فيها المعلومات، يتطلب قرار فيها قرار مبرمج، يتطلب فيها قرار غير مبرمج، قرار جديد، شيء جديد علي حصل. إحنا الآن في عالم الفوكا، وأمس تحدثت عن عالم الفوكا، فممكن يحصل عندي مشاكل جديدة طارئة، حدة تنافسية جديدة، ظهور منتج جديد، أنا بالنسبة لي ما أعرف أتعامل مع هذه المنافسة، فبالتالي نسميها المشاكل غير المهيكلة. هذه المشاكل غير المهيكلة المفروض أن تكون عند الإدارة العليا، الإدارة العليا تكون دورها تركز على المشاكل غير مهيكلة. أما المشاكل المهيكلة، المشاكل الواضحة، المشاكل المحددة، فالمفروض تنزلها الموظفين تسوي لهم دليل سياسات، دليل إجراءات حتى يتعاملون معها. عندنا أيضا مصطلح آخر، مصطلح الأزمة. الأزمة أيها الأحبة هي موقف حرج غير متوقع يمكن أن يقود إلى كارثة إذا لم يعالج بسرعة وبشكل مناسب، ولذلك اتخاذ القرار أثناء الأزمات يجب أن يكون سريع، وهذا يعتمد على ماذا؟ على بناء سيناريو سابق عندي الحل. كل ما كان عندي سيناريوهات محتملة كل ما استطعت أتعامل مع الأزمة. ذكروا دائما إدارة الأزمات تختلف أيها الأحبة عن الإدارة بالأزمة. الإدارة بالأزمة معناه أني أنا الآن قبل ما يحصل عندي، قبل ما تحصل عندي الأزمة أنا الآن أفكر كيف أستطيع أضع حلول وسيناريو، وكيف أستطيع أضع إجراءات عشان أضع سيناريو كيف سيحصل عندي من سيحصل عندي أثناء الأزمة. إدارة الأزمات لا، التفاعل مع الأزمة أثناء الأزمة، وبالتالي يجب أن أعرف كيف أتعامل مع الأزمة. أيضا عندي قانون النتائج غير المقصودة. هذا القانون يتحدث عن مجموعة من النتائج غير متوقعة لأفعال مقصودة أو نتائج أو عواقب غير مرقوبة القرارات معينة. إذا عندنا أحيانا قد يحصل عندي لما أتخذ قرار قد يحصل عندي نتائج غير مقصودة، نتائج ثانوية. هذه النتائج الثانوية قد تؤثر على أداء المنظمة عندي، وبالتالي دائما سأحسبها، ماذا سيحصل عندي من هذه النتائج؟ قد تؤثر على الجانب ديني، قد تؤثر على الجانب تربوي، قد تؤثر على الجانب صحي، قد تؤثر على الجانب نفسي، قد تؤثر على الجانب اقتصادي، فلا بد أن كل قرار أدرس أداء ارتباطات قراري عليه. إذا عندي التأكد التام، التأكد التام معناها القدرة على ضبط ظروف يتخذ فيها القرار في ظل معرفة معلومات كاملة وخيارات محددة ذات عائد ونتائج معلومة. يعني لما تتخذ قرارك تكون جمعت المعلومات بالكافي، وقمت بعملية حصرها، وقمت بعملية تحليل الأسباب عشان تستطيع أن تكون قراراتك قرارات مالها ذات تأكدية تامة. عندنا أيضا مفهوم آخر، مفهوم المخاطرة الريسك. هذه المخاطرة أيها الأحبة معناها ظرف يتخذ فيه في ظله القرار يتسم بوضوح الهدف وعدم كمال المعلومات، المعلومات عندك غير كافية، وبالتالي هذا يخلي عندنا المعلومات يصير عندنا فيها ريسك. هناك فرق أيها الأحبة بين الريسك وبين الهازارد وبين الدينجر. هازارد معناه عبارة عن خطورة محتملة، الريسك لا، خطورة محققة. أنت الآن تتكلم عن مخاطرة محققة عندنا الآن.
عند الديجر معناه الآن أصبح الآن هذا شيء واقع، الآن عندنا خطط. إذن لابد إحنا نخطط دائما، وذلك تذكروا دائما التخطيط عكس الريسك، التخطيط عكس مخاطرة. أيضا أيها الأحبة في القرارات عندنا دائما مصطلح نستخدمه اسمه الاحتمالات الموضوعية، وهي الاحتمالات المحسوبة بناء على بيانات تاريخية موثق بها، وبناء على عملية تحليل، وبناء على إجراءات. أيضا لدينا مصطلح الاحتمالات الشخصية، الحكم الشخصي. أحيانا أنت تحكم على أحد القرارات من خلال خبراتك السابقة، من خلال احتمالات أنت وضعتها لنفسك، هذه نسميها احتمالات مرتبطة بالحكم الشخصي القائم على الخبرة، هذه بناء على خبراتك أنت اتخذت هذا القرار. أيضا عندنا عدم التأكد. عدم التأكد هو ظرف يتم اتخاذ القرار في ظله، يكون هناك نقص كبير من المعلومات والنتائج والعوائد محاطة بغموض كبير جدا، وهي حالة تتعدد فيها الاستراتيجيات وحالات الطبيعة مع عدم وجود معلومات والاحتمال للحصول على معلومات بحالات طبيعية. يعني بمعنى أنت تتخذ قرار في ظل نقص المعلومات، وهذا نسميها عدم التأكدية، هي أصعب ما عندنا في علم الإدارة. كل علم الإدارة جالس يحاول دائما يكون عندنا التأكدية، لما نتخذ قرار يكون قرارنا احنا متأكدين، الظروف محيطة عندنا كلها واضحة. عندي الإبهام، هي حالة تتسم بعدم الوضوح التام، كما أن الأهداف في ظلها غير واضحة لمتخذ القرار والمعلومات. يعني الشخص اتخذ قرار على شيء مبهم ما يعرف ما هو، ولذلك يجب على القائد قبل ما يتخذ قرار أن يسأل ويستقصي ويعرف ما الذي حدث. جيت وقلت لك أستاذي عندي كثير من الموظفين غايبين، على طول افصلهم واسوي لهم لفت نظر. طيب كم هم، كم كثير، كم هم، من هم، هل يتكرر هذا الغياب، طيب ليش غايبين، هذه اسئله يجب ان تسالها. اوقف فكره الاستعجال. ولذلك احبتي الكرام هناك ايضا مفهوم اخر نستخدمه دائما اسمه مفهوم المواقف الشريره. هذه المواقف الشريره ايها الاحبه هي عباره عن مشاكل او مواقف يتطلب اتخاذ فيها القرار، يتسم دائما فيها بنوع من الصراع بين الأهداف والبدائل وسرعة تغيير الظروف وغياب الرابطة بين عناصر القرار. يعني تجد نفسك أنك أنت مضغوط جدا في حالة من الصراع، صراع داخل المنظمة ولازم تتخذ قرار. هذا نقول عنك أنك حطيناك في موقف شرير، خليك الآن أنك تتخذ قرار بدون ما يكون عندك سلطة. ولذلك القائد الجيد اللي يحاول يتخلص من هذه المواقف الشريرة كلها يحصرها ويبدأ يحاول يسوي لها أدلة سياسات وإجراءات حتى يتخلص منها ويشيل نفسه من هذا الحرج. أيضا عندنا التفكير المنهجي المنظم، هي عبارة عن مدخل لحل المشكلات بطريقة تحليلية رشيدة، والقائد دائما يحاول أن يفكر بطريقة منهجية يستخدم فيها علم المنطق حتى يتخذ قراره. أيضا التفكير الحدسي هو مدخل لحل المشكلات بطريقة مرنة عفوية، ولكن عندنا إشكالية فيه أنه قد يصيب وقد يخطئ، ولذلك لابد أن يكون دائما القائد يحاول أن يفكر بالمنطق. ولذلك سندرس بعد قليل علم المنطق وسنتعرف على علم المنطق وعلاقته باتخاذ القرار. أيضا أيها الأحبة التفكير متعدد الأبعاد هو مدخل لرؤية مشاكل متعددة بنفس الوقت بعلاقات وتعقيدات في إطار زمني بعيد أو قصير. ولذلك نقول عندنا القائد أحيانا يحتاج أن يفكر بطريقة متعددة الأبعاد، تفكر في المشكلة من أكثر من جانب، تفكر في قرارك من أكثر من زاوية. النموذج التقليدي للقرار هو نموذج يصف عملية القرار واتخاذها في ظل معلومات كاملة، إن أنت جمعت المعلومات كاملة. عندنا أيضا القرارات المثلى هي اختيار بديل يعطي الحل الأمثل للمشكلة. أرجو أن لم تلاحظوا ما قالش الحل السليم، قال الحل الأمثل. ما الفرق بين الحل الأمثل والحل السليم؟ الحل السليم هو أفضل حل من حلول للمشكلة، الحل الأمثل هو أفضل حل بالنسبة لظروفك. يعني خلني أعطيك مثال، عندنا واحد مبرمج، هذا المبرمج ماسك مشروع هو الوحيد اللي يعرف الأكواد حق البرمجة اللي فيه، وهو الآن يغيب ويتأخر كثير جدا والعملاء بدأوا يشتكون. الآن الحل السليم تنحيته عن المشروع، هذا الحل السليم، لكن لو نحيناه سيتوقف المشروع كامل، بدل ما العملاء كانوا يشتكون من عملية تنحيته سيصبح العملاء الآن متضررين. طيب ما الحل؟ الحل الأمثل إني أجيب معاه مبرمج آخر يجلس معاه يتعرف على الأكواد يشتغل معاه لفترة حتى يأخذ الأكواد كاملة ثم بعد ذلك أنحيه. إذن عندي فرق ما بين الحل الأمثل والحل السليم. إذن عندنا أيها الأحبة النموذج السلوكي للقرار هو عبارة عن نموذج يصف عمليات صنع القرار في ظل محدودية المعلومات والرشد المحدود. نقول فلان استخدم نموذج السلوكي، يعني بمعنى ردة فعل، كان عنده ردة فعل، قراره كان عبارة عن ردة فعل، تحركت عنده جانب المعرفي والوجداني والجانب النفسي حركي فكان عنده ردة فعل. سندرس هنا كيف الإنسان يقوم الآن بعملية اتخاذ القرار حقه. وبالتالي عندنا أيضا مفهوم آخر، القرارات المرضية. قرارات المرضية أيها الأحبة هي البديل أو الخيارات لتظهر أمام المدير
ولا تثير انتباهه، يتم اختيارها كحل المشكله. يعني هي هذه القرارات اللي تكون قدامك موجوده عشان انت الان تراها، هذه قرارات ترضيك. طيب هل في قرارات اخرى قد تكون مخفيه؟ نعم، بس انت ما انتبهت لها. يعني في قرارات احيانا تكون موجوده بس انت ما انتبهت لها. طيب كلما انا قمت بعمليه عصف ذهني مع الزملاء في الميدان، وكلما اشركتهم معي في التفكير، كل ما اضفت مجموعه قرارات مرضيه زياده، لاني انا ساعرف الان ما هي القرارات، فتكثر عندي حزمه القرارات وتتكون عندي بنك قرارات. ايضا ايها الاحبه، لدينا مفهوم النموذج السياسي للقرار هو نموذج اكثر واقعيه لتطوير القرار في البيئه الحاليه، يعتمد على تشكيل تحالفات بين المديرين لاتخاذ القرار في ظل نقص المعلومات الوارده. يعني كيف؟ يعني ماذا يعني هذا الامر؟ احيانا كل معلومات عندك ناقصه وتبغى تتخذ قرار، فانت بتخاف انك انت تورط وحدك في انك انت تتحمل مسؤوليه، لكن لو جبت الزملاء وخليتهم يصوتون وخليتهم يتناقشون معايا، سنتحمل جميعا تبعات القرار، وبالتالي هذا نسميه النموذج السياسي للقرار، انك انت كنت شخصيه سياسيه واشركت الناس معك في اتخاذ القرار حتى يتحملون معك المسؤوليه والمساءله. ايضا ايها الاحبه، التحالف. التحالف هو تجمع غير رسمي بين المديرين الذين يدعمون ويسعون لهدف محدد، تجري تحالف حتى تستطيع تقوم بعملية توسيع مدى قاعدة هذا القرار. أيضا أيها الأحبة، نموذج عندنا نسميه نموذج فور، هو نموذج مصمم لمساعدة المديرين في تحديد كمية ومستوى مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات، وهذا يوضح لنا كم سأكون ديمقراطي أو أكون ديكتاتوري. تذكروا نموذج أخذناه لما تكلمنا عن نموذج القيادة، لما تكلمنا عن نموذج تانتشوم وشميدت، لما تكلمنا عن منحنيين في عملية اتخاذ القرار، أما أن تكون ديكتاتوري أو تكون ديمقراطي. سبعة مواقف قلناها في اتخاذ القرار. كذلك أيضا أيها الأحبة، إدارة المعرفة. إدارة المعرفة معناها تطوير أدوات ونظم وخلق المعرفة ونشرها وتقاسمها، خاصة في مجال دعم عمليات صناعة القرار. بمعنى كل شيء سنحوله الآن عندنا من معرفة موجودة في الرأس إلى معرفة مكتوبة أو أنظمة إلكترونية حتى نستطيع أن نراقب ونتابع من خلالها. عندنا أيضا مفهوم آخر، المعرفة الضمنية، هي كل المعارف الموجودة في رؤوس الموظفين تسمى معرفة ضمنية، خاصة عن القرار أو غير القرار. كذلك أيضا عندنا المعرفة الصريحة، هي كل معرفة موجودة في الكراس أو موجودة في قواعد البيانات أو موجودة في المواقع الإلكترونية حقنا أو موجودة في أدلتنا ونماذجنا، وهي تكون موثقة وتكون منشورة. أيضا عندنا أيها الأحبة، العاملون المعرفيون. هؤلاء أيها الأحبة ندرة، ليس كل موظفين ترى عاملي معرفة. من هو عامل المعرفة؟ عامل المعرفة هو عامل تتجسد قيمته بإضافة قيمة معرفية وذهنية وليس بدنية للمنظمة. يعني هذا الشخص نقول احنا جالسين ندفع له مقابل فكره، في ناس تدفع له انت مقابل عضلاته. بالتالي عامل المعرفة هو ذلك الشخص اللي عنده معارف عالية يضيف للمنظمة من خلال خبراته، من خلال قدراته. فلان هذا نقول ما شاء الله عليه خبير، هذا ما شاء الله عنده قدرات، فنسميه عامل معرفة. بعض الموظفين ليس عامل معرفة، ولا يتدرب ولا يطور نفسه ولا يطور قدراته، بالتالي هو ليس عامل معرفة. مثل هذا ما أحتاج حين أقوم بعملية الآن مراجعته في اتخاذ القرارات كثيرا. حين لما يكون عندنا شيء خاص بشيء تكنيكال، يعني شيء تطبيقي، ممكن أرجع الناس تنفيذيا، لكن لما يكون عندي أشياء قرارات استراتيجية سأحتاج عاملين معرفة. ايضا عندي ايها الاحبه مصطلح نسميه راس المال المعرفي، هو مجموعه القوى الفعليه والمعرفيه والمعارف المشتركه بين قوى العمل في المنظمه. نجتمع كلنا في قوى العمل المنظمه فنكون راس المال المعرفي. هذا راس المال المعرفي اين يتجسد؟ يتجسد في لقاءاتنا، في اجتماعاتنا، في انظمتنا الالكترونيه، في ادلتنا، في سياساتنا، في تحالفنا سوا حتى نستطيع ان نعمل سوا. كذلك ايضا ايها الاحبه، البيانات هي عبارة عن حقائق أولية أو مشاهدات لم يتم معالجتها، لم يتم تصنيفها، تحتاج أن نقوم بعملية تحويلها إلى شيء مدقق ونقوم بعملية ترتيبها وتنظيمها. عندنا نظم المعلومات، هي أنظمة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتجميع وتنظيم وتوزيع البيانات لاعتمادها لاتخاذ القرار. إذا هي مجموعة من أنظمة زي أنظمة ARB، ARB معنى تخطيط موارد المنظمة، تساعدنا هذه الأنظمة على عملية تجميع المعلومات والبيانات وترتيبها حتى نستطيع اتخاذ القرار. كذلك ايضا عندنا ايها الاحبه نظم المعلومات الاداريه. نظم المعلومات الاداريه هو تخصص بكالوريوس يدرسه الطالب، هذا التخصص ايها الاحبه هدفه الاساسي نظم معلومات تفي بمتطلبات المديرين لاتخاذ وصناعه القرار بمختلف انواعها. ما يحز في خاطري والله، والله يحز في خاطري لما قابل احد طلاب نظم المعلومات الاداريه ثم تساله ايش شغلتك في المنظمه؟ قال والله انا شغال اغير لهم احبار، اذا اركب لهم كمبيوترات، اذا واحد عنده الفاره خربانه اغير له الفاره. هذا مو صحيح،
أنت الهدف الأساسي من نظم المعلومات الإدارية هي نظم تفي بمتطلبات المديرين لاتخاذ وصناعة القرارات بمختلف أنواعها. أيضا أيها الأحبة، النموذج، النموذج هو عبارة عن تبسيط أو تجريد أو تصغير لحقائق كبرى أو كيانات مادية ضخمة في الحياة العملية، وذلك باستخدام معادلات أو رموز رياضية نقوم بعملية وضع خوارزمية. هذه الخوارزمية هي عبارة عن خرائط، هذه الخرائط عبارة عن تدفقات فلوشارت، نرسمها، نسلم هذا النموذج، بعد نرسمه نسلم هذا النموذج سنقوله للمبرمج ونقول له يا مبرمج سوي لنا الآن نظام تقني يحل لنا هذه المشكلة. خلاص أنا كانت عندي مشكلة كإداري فصنعت نموذج لعملية التعامل معها. إذا النماذج هنا ماذا نقصد بها؟ هي مجموعة من النماذج سيصنعها المدير حتى يصبح عندنا عملية أتمتة للقرارات. يعني مثلا عندنا يا جماعة الإجازة الاضطرارية، واحد يبغى إجازة اضطرارية، لازم أشغل موظف يفتح الدفتر ويشوف كم الرصيد، ولازم أشغل موظف عندي يتابع مين في إجازة مش إجازة. خلاص بسوي لها نموذج إلكتروني، وهذا النموذج الإلكتروني خلاص موضوع الإجازات الإلكترونية عندي كلها يصبح عندي له نموذج، وهذا النموذج سأرسمه على شكل خرائط تدفق بشكل خوارزمي وسأسلمه عندي لتقنية معلومات، وأقول تقنية معلومات ممكن تسوي لنا الآن نموذج إلكتروني لعملية متابعته، وأقوم بعملية تحسينه بشكل مستمر، وبكذا أنا شلت حمل عن موظفيني إني صنعت هذا نموذج. هذه النماذج، صدق النموذج يوضح مدى إظهار النموذج لعناصر والمتغيرات الهامة في الموقف أو النظام موضوع البحث والدراسة ومدى قدرته على تمثيلها. يعني مثلا لما نقول عندي نموذج هذا صادق، ما معنى صادق؟ أن هذا النموذج فعلا يقدر يقوم بعملية فعلا منح إجازة اضطرارية. لكن لو أني دخلت أنت الآن موجود عندك في الموقع إيش مكتوب؟ الإجازات الاضطرارية، بغطى عليها، دخلت إيش يقول لك؟ نظام الإجازات الاضطرارية، تقدم طلب، تكتب، يلا روح اكتب ورقي. ما النموذج غير صادق، هذا لم يكن نموذج، هذا كان مجرد صفحة فيها بيانات. صدق النموذج أن يطبق فعلا النموذج ما كان مطلوب منه، أن يقوم بعملية فعلا كأنها إدارة، كأنه موظف يقوم بالإجراء. أيضا عندنا أيها الأحبة قيمة النموذج، قيمة النموذج هو مدى تقبل الزبون أو المستفيد كموظف عندنا أو شخص من الخارج لهذا النموذج المصاغ بناء على كلفة بنائه أو المردود المتوقع منه والوقت اللازم لإنجازه. إذا صاروا الموظفين يشعرون بسلاسة في التعامل مع هذه النماذج، أو العملاء عندنا يتعاملون مع هذه النماذج الإلكترونية ويستطيعون من خلالها إن هم يتواصلوا مع منظمتنا ويصير عندنا تواصل إلكتروني ويصير عندك اتخاذ قرارات ما يحتاج ترجع لي، يا سلام، هذا النموذج هذا جدا قيم. مثال ذلك السجل التجاري، بدل ما أروح حتى وزارة التجارة وأحاول أقدم طلب عشان أقدم سجل التجارة وأدفع عندهم رسوم، خلاص أنا من البيت أقدر أسوي كل الإجراءات كذا. أنا كأني ماذا فعلت؟ أنا أتمت هذه القرارات ونقلت هذه القرارات اللي عند العميل، صار من بيته يقدر يسويها. كذا نقول عندي قيمة النموذج جدا عالية، العميل عندي تقبله وبدأ يتعامل معه. أيضا القدرة على استخدام النموذج هي مدى إمكانية الاستفادة من النموذج بشكل سريع للوصول إلى الأهداف المحددة. كيف أستطيع أستخدم النماذج فعلا بشكل فعال حتى نوصل فعلا الأهداف المحددة اللي عندنا؟ كذلك إمكانية تعديل النموذج، أحيانا قد يطلب مجموعة طلبات تغيير حول النموذج فنأخذ عملية تغيير النموذج ونحسن ونطور في النموذج. كذلك حالة المخاطرة هي حالة تعدد فيها الاستراتيجيات وحالات الطبيعة لكل متخذ القرار، وهذه الحالة يصير فيها غموض عندنا في النماذج الموجودة أو السجلات. حالة الندم هي الفرق ما بين العائد الذي حصل عليه متخذ القرار ما بين ما يجب أن يحصل عليه ولو أنه اتخذ القرار البديل. يعني أحيانا يصير عندنا عملية ندم على اتخاذنا قرارنا، نسميها حالة الندم في اتخاذ القرار. شجرة القرارات، هذه شجرة سنستخدمها أيها الأحبة لعملية تمثيل، سنقوم فيها بعملية تمثيل كيفية صنع القرار، وتعرض فيها استراتيجيات وحالات طبيعية والعوائد المساعدة في عملية اتخاذ القرار، وندرس فيها مدى جودة القرار اللي عندنا، هل كان القرار صائب أم غير صائب. أيضا هذه المصطلحات اللي عندنا موجودة سنستخدمها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا حبيت أسرد كل هذه المصطلحات حتى تتعود عليها أثناء شرحنا. سؤالي لكم، ماذا استفدتم من هذه المصطلحات؟ يعني دائما جزاك الله خير دكتور، أنت توضح لنا أن قبل أن نركز على ما نعتقد أنه هو الجوهر وصنع القرار، هنالك أمور قبل القرار يجب أنك تكون متصورها وتكون لديك واضحة وهكذا. يا سلام عليك، مهم جدا أيها الأحبة، هذه المفاهيم هامة جدا التعرف عليها قبل أن ندخل في موضوعنا. طيب تعالوا بنا، هذه المفاهيم سأبدأ الآن أقوم بتوظيفها، تعالوا نشوف معنا الآن. عندنا أول شيء، أهم نقطة اليوم مش موضوع اتخاذ القرار، لا، لأن عملية اتخاذ القرار عملية دائمة. تذكروا اليوم التحدي اللي عندنا مش أن تتخذ قرار،
عمليه اتخاذ القرار عمليه دائمه مستمره موجوده عند القائد. العمليه الاساسيه اللي عندنا اليوم، كيف نستطيع ان نفرق عقل القائد لاتخاذ القرارات الاستراتيجيه؟ شفت كيف؟ اعيدها مره اخرى. العمليه الهامه عندنا اليوم في القرار ليس اتخاذ القرار، لان في عندنا انواع كثيره من القرارات، قرارات كبيره، قرارات بسيطه، قرارات حتى حين تشغيليه. هل الموظفين يشغلون مديرهم في عمليات سنويه بسيطه جدا، ممكن اي واحد يقوم بها، ممكن التقنيه تقوم بها. الان المهم جدا بالنسبه لنا، كيف استطيع ان افرق القائد؟ القائد ترى ممكن يكون موظف صغير داخل منظمه، كيف افرق عندي الموظف؟ هذا افرقه للعمليات اللي تحتاج تفكير. المورد البشري اللي هو الانسان يعتبر هو اهم مورد عندنا داخل المنظمه، نسميه المورد الاستراتيجي. لماذا انا اشغل المورد الاستراتيجي اللي هو الانسان؟ اشغله في عمليات قد تقوم بها التقنيه. ممكن التقنيه تسوي، خاصه في ظل الثوره الصناعيه الرابعه. فالمفترض الان ان احنا اللي درسناه كله ان نقوم بعمليه اتمته، بمعنى ان ننقل كل الافكار الموجوده عندنا الان الى عمليات ستقوم بها من؟ الاتمته. وطيب واحنا ماذا نتفرغ؟ انت تتفرغ لعمليات التطوير والتحسين وعمليات التخطيط وعمليات التنظيم وعمليات اللي تحتاج مجهود فكري. ما عندنا حتى الان اي جهاز كمبيوتر على مستوى العالم يفكر. تذكر؟ ما في ولا جهاز يفكر. كل اجهزه الكمبيوتر موجوده حتى الان تعمل بخوارزميات، اي ان انسانا ما قام بعمليه برمجتها حتى تفكر. رغم كل ذكاء الكمبيوتر الموجود على مستوى العالم، لكن الكمبيوتر لا يفكر. ولذلك كمبيوتر بيل، هذا كمبيوتر واحد هيل، كمبيوتر هيل واحد من اكبر كمبيوترات شركه قامت بصناعه شركه بي ام دبليو، هذا سلمكم الله ضخم جدا هذا الكمبيوتر، سووه شركه بي ام دبليو من اجل الاستفاده منه في مصانعهم، ولما دشنوا هذا الكمبيوتر يعتبر احدث كمبيوتر، اكبر كمبيوتر، عنده قدره على حساب العمليات الرياضيه بشكل جدا سريع، ماذا قال مخترعه؟ قال ان هذا الكمبيوتر لا نستطيع ان نقول قدراته كلها لا تاتي مثل لعبه في يد طفل من بني البشر. اذا عقل البشر، عقل البشر عقليه مهوله، ولذلك اليوم اول شيء سنتكلم عنه تاثير تكنولوجيا المعلومات على مكان العمل والعمليه الاداريه. الان القائد الحديث اليوم عندنا اللي يقوم بعمليه استخدام التكنولوجيا بشكل كامل لعمليه تطوير منظمته واستخدام التكنولوجيا لاتخاذ القرارات بشكل فعال من خلال التكنولوجيا. تعالوا نتكلم عن التكنولوجيا وتأثير التكنولوجيا عندنا. اقتصاد المعرفة أيها الأحبة اليوم يقوم عندنا مفهوم جديد نسميه اليوم مفهوم اقتصاد المعرفة، يتكلم عن آلية إدارة المعرفة، نتكلم فيه عن اتخاذ القرارات تحديدا. هذا اقتصاد المعرفة يقول لقد أصبحت منظمات الأعمال اليوم مستفيد كبير جدا من تكنولوجيا المعلومات وآلياتها، والهدف الأساسي منها هو كيفية نقل المعارف الضمنية إلى معارف تطبيقية، معارف واقعية، معارف صريحة. ولذلك ظهر اليوم مفهوم اسمه مفهوم العاملون المعرفيون، نسميه عامل المعرفة. هؤلاء الأشخاص هم مجموعة موظفين لديهم قدرة على الإبداع، لديهم قدرة على التفكير، لديهم قدرة على إضافة أبعاد للمنظمة. طيب ما دورنا في تقنية المعلومات؟ دورنا في تقنية المعلومات أن نقوم بعملية نمذجتهم، نمدج هؤلاء أصحاب العاملين المعرفيون، نمدج طريقة فكرتهم، نمدج إجراءاتهم، نمدج خططهم، نمدج أساليب عملهم، ونحول هذه النماذج إلى رأس مال نسميه رأس المال المعرفي. ليش؟ عشان المنظمة تتفرغ للقيام بعملياتها. هنا أيها الأحبة ظهر فكر جديد اليوم عندنا، هو مدى قابلية المنظمة لاستخدام الحاسب الآلي في تطبيقات عملياتها. وظهر عندنا مجالين، قابليات حاسوبية وهي القدرة على استخدام الحواسيب وبرمجتها والاستفادة منها في خلق ميزات للمنظمة، وقابليات معلوماتية وهي القدرة على استخدام التكنولوجيا لسحب وتقييم وتنظيم وتحليل المعلومات في سبيل استخدام قرارات مختلفة. ولذلك أحبتي الكرام، اليوم عندنا في عملية التقنية ظهر عندنا مصطلحين هامة جدا. المصطلح الأول العاملون المعرفيون، وهم الموظفين اللي عندهم قيم معرفية عالية، عندهم أفكار، نستطيع أن نقوم بعملية نمذجتهم، نحول أفكارهم وإجراءاتهم إلى نماذج إلكترونية. والمصطلح الثاني عندنا مصطلح رأس المال المعرفي، هو مجموع القوى الفاعلة داخل المنظمة اللي عندها معارف واللي ممكن تتشارك عملية المعرفة. إذا إحنا ممكن نخلق الآن جو من التشاركية، هذا الجو من التشاركية ممكن نخلقه من خلال أنظمة الإلكترونية. مش معقول أروح اليوم عند مدير أقول له طال عمرك يعني المدير يوقع شيك، بعدين ثاني يوم يقول لك معليش البند لا يسمح، طيب فين النظام الإلكتروني اللي كان عندك؟ ما يدري. مدير يعطيك إجازة بعدين قال معليش والله نسينا إنه كان عندك إجازة، ما ينفع هذا الكلام، لابد أن يكون عندك الآن تفعيل الأنظمة. طيب على هذا الأساس أيها الأحبة، تكنولوجيا المعلومات اليوم
أصبحت تساهم وبشكل كبير جدا في عملية إزالة الحواجز. عندنا كثير من الحواجز كانت موجودة داخل المنظمة، هذه الحواجز داخل المنظمة تخلينا لا نستطيع أحيانا الوصول للمعرفة وتبادل المعرفة والقدرة على عملية اتخاذ القرار بشكل صحيح. عندنا كثير من الحواجز موجوده، سواء حواجز بيننا وبين عملائنا، سواء حواجز بيننا وبين مدراءنا، سواء حواجز بيننا وبين العمليات اللي عندنا، فنحتاج ان نقلل هذه الحواجز. جاءت ايها الاحبه تقنيه المعلومات من اجل ان تساعدنا على تجاوز هذا الامر، فادت الى الشيء التالي. اليوم تاثير تكنولوجيا المعلومات انها ازالت الحواجز التاليه. اولا حواجز عندنا في مجال الاتصال، تكنولوجيا المعلومات اليوم تأثرت عليها، حواجز مع العملاء، حواجز مع بناء الشراكات الاستراتيجية، أيضا حواجز مع الموردين. في مجال الاتصالات اليوم تكنولوجيا المعلومات ماذا تفعل؟ تعطينا التنظيم أصبح أكثر مسطح، أكثر مفلطح. يقدر اليوم من خلال نظام الإلكتروني تصل لأي موظف، يقدر الوزير بسرعة يصل لصفحة شخص ما موجود في آخر مكان في العالم، يقدر يدخل الصفحة حقه ويعرف ماذا تم. أيضا هذا كله جعل الهرم سريع جدا. ايضا الافراد العاملين في فريق العمل والاقسام اصبح اكثر تواصلا من خلال تكنولوجيا المعلومات. اذا كان عندك نظام الكتروني دقيق وقوي، نظام اي ار بي، تستطيع ان تتواصل. كذلك اصبح اليوم مع العملاء تحسنت اداره علاقات العملاء، صار العملاء يعرفون الان كثير من الانظمه تقدم لهم، اصبح عندنا الان تكنولوجيا تقدم لهم قدره على التواصل. ايضا الموردين ايها الاحبه، سلاسل الامداد تحسنت، صار الموردين عندنا الان تقدم لهم تكنولوجيا ودعم كبير جدا. شراكات استراتيجيه تبنى من خلال انظمه الكترونيه ما بين شركات ومنظمات. اليوم لما تتكلم انت مثلا عن استخراج سجل تجاري، معنى هذا عباره عن شراكه ما بين من؟ ما بين الاحوال المدنيه، ما بين الجوازات، ما بين السجل التجاري، ما بين الغرفه التجاريه. اذا مجموعه الان صار عندنا من شراكات. التكنولوجيا اليوم تساعدنا على عمليه اتخاذ قرارات سريعه جدا وحاسمه، ولذلك احبتي الكرام تقدم التكنولوجيا من حولنا يجب ان يكون عندنا القدره على استثماره بشكل كبير جدا. استثمره بنظريات سميناها نظريه التجاره الالكترونيه وكيفيه التفاعل معها، والطالب في دراسه الاعمال سيدرس ماده تسمى ماده التجاره الالكترونيه وكيفيه التعامل مع التجاره الدوليه. اليوم نحن أمام فرصة كبيرة جدا وهي استثمار التكنولوجيا في اتخاذ القرار. كان زمان التكنولوجيا تستخدم في مجال خدمات بي تو سي اللي هي عبارة عن مؤسسات تقدم خدماتها للجمهور. اليوم لا، حتى بي تو بي اللي هي عبارة عن مؤسسات تقدم خدماتها لمؤسسات أخرى يجب أيضا استخدام التكنولوجيا. اليوم أي منظمة لازم يكون عندها موقع إلكتروني. هذا الموقع الإلكتروني يقدم خدماتها وينقل القرارات كلها من قرارات كان لازم أراجع المدير العام وفلان يوقع لي الورقة وفلان يوقع لي الورقة إلى قرارات كلها تتم من خلال النظام الإلكتروني حتى يتفرغ المدير للعمليات الكبرى. ولذلك اليوم نظام الإلكتروني الخاص بالمنظمة يجب أن يشمل الشيء التالي. أولا يبدأ النظام الإلكتروني بعملية التواجد. إيش يعني التواجد؟ تأمين فضاء للمنظمة على النظام الإلكتروني، يعني يصير عندك موقع إلكتروني خاص بك. فهنا عندنا موقع إلكتروني خاص بالمنظمة يقدم خدمات، هذه المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك الترويج، هذا النظام الإلكتروني أو هذا الموقع الإلكتروني يروج للمنظمة، يعرف بها ويعرف بخدماتها ويعرف بأعمالها ويعطي دعاية وإعلان، ليس بهدف البيع لكن بس يعطي فكرة عن هذه المنظمة ماذا تقدم. ثم نتقدم بعد ذلك ويصير عندها نوع من التجارة الإلكترونية، تصير هذه المنظمة تقدم خدماتها وتسمح للزائرين الموقع لطلب منتجاتها وخدماتها من خلال النظام الإلكتروني، وهذا قرارات، صار قرار البيع كله مؤتمت. أيضا بعد ذلك ممكن التوسع في الخدمات، تصير الخدمات الموجودة سواء كان خدمات داخلية لموظفينا أو خدمات خارجية لعملائنا أو خدمات للمساهمين عندنا، ممكن كلها تصير توسع من خلال النظام الإلكتروني، هذه قرارات. ايضا ممكن ايضا تغطيه وظائف المنظمه كلها، الشؤون الماليه، الشؤون الاداريه، الانتاج، التسويق، ممكن كلها تصبح نظام الكتروني، وبالتالي هذا معناه سؤال، معناه نفصل الموظفين؟ لا، معناه فرغنا الموظفين للقرارات اللي تحتاج تفكير، والاشياء التي لا تحتاج تفكير، اللي تحتاج اتمته، ممكن على طول مباشره استخدم التقنيه فيها، وهذا معناه انه لازم مديرنا يكون يعرف كيف يستطيع استخدام التقنيه. اليوم انت تتكلم عن وزاره ضخمه زي وزاره العدل، انت الان تجري المحاكمه كلها وانت ببيتك. انت الان تجري عمليه التحاكم كلها، وبالتالي هذا شيء رهيب. انت تتكلم الان عن عمليات تتم بطريقه كلها عباره عن عمليه تقنيه. اذا تكنولوجيا المعلومات ايها الاحبه دورها ان تقوم بعمليه اتمته عملياتنا. هنا ايها الاحبه اصبح التغيير في مكاتبنا مذهل،
واصبح لابد على مدرانا ان يعرفوا ان القرارات الجديده قرارات مؤتمته، واصبحت المكاتب تسمى مكاتب مؤتمته، وصارت مكاتبنا عباره عن محطات ذكيه للتواصل، وقواعد البيانات اصبحت اعلى، وصار عندنا اتصال فوري عالي جدا. هذا معناه ان اليوم صار عندنا الشيء التالي، نحتاج اولا ربط الحواسب. اول مرحله عندنا تسويها تقنيه المعلومات ان تقوم بعمليه ربط الحواسب، ربط التقنيه بكل التقنيه الموجوده داخل المنظمه. الشيء الثاني إتاحة الاتصالات الفورية بين الأفراد. إذا تقنية المعلومات دورها اليوم أنها تشيل الحواجز الموجودة ما بيننا وترفع مستوى قدرتنا على اتخاذ القرار وتسهل أن نتخذ قرار بسرعة عشان يصير عندنا عملية دعم للقرار بشكل أسرع. وبالتالي كلما كان عندنا عملياتنا مؤتمتة أكثر كلما نجحنا. بهذا الأمر أيها الأحبة ظهر عندنا اليوم حاجتنا للقرار. أصبحت اليوم أيها الأحبة في تقنية المعلومات صار عندنا، غيرت تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير جدا في طبيعة العمل الإداري، غيرت في آلية اتخاذ القرار، ظهرت أنظمة جديدة تتحدث اليوم عن أنظمة الـ ERP اللي تدير منظمة، كأنه صار عندنا منظمتين، منظمة فيزيقية ملموسة اللي هي المنشأة، ومنظمة أخرى موجودة على النظام الإلكتروني ممكن تسرع بعملياتنا. في حقيقة الأمر ممارسة العمليات الإدارية في ظل عمليات التقنية تغيرت، التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة تحسنت. ايضا عمليات التخطيطيه اصبح عندنا القدره الان نتابع الموظف ماذا انجز، ايش الاهداف اللي حققها، كذلك ايضا اعطتنا قدره على استخدام التكنولوجيا في ربط المنظمه كلها بالتنظيم، اصبح نعرف كل واحد ماذا نفذ من مهامه، ايضا في القياده صار عندي اقدر اتابع، كذلك ايضا اعطتنا وضوح لاهدافنا، واعطتنا بشكل عام ان نقدر نقوم بعمليه اتخاذ القرار بكل سلاسه وبطريقه تشاركيه. فكر كبير جدا تغير عندنا الان من خلال التقنيه. سؤالكم، ماذا استفدنا من هذا الفصل عن التقنيه وتاثيرها علينا؟ اسمع منكم. دكتور اسمح لي. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. سعاده بكل ما اقترب كل ما حقيقه حزننا على هذا الثريد وهذا المعرفه التي فعلا اضافت لنا قيمه كثيره جدا، يعلم الله سبحانه وانا اقولها وانا صادق. ما تطرقت له في مفاهيم ومصطلحات سابقة في هذا اليوم ووصول للتكنولوجيا، أنا أعتقد أنه القاعدة الأساسية للأداء المؤسسي بشكل أو بآخر يعطينا التعلم والنمو، يعطينا التدريب، يعطينا إدارة المعرفة، يعطينا كيف نتعامل مع المعلومة سواء تكنولوجية أو غيرها، ويتحول هذا كله من معرفة ضمنية إلى معرفة صريحة تحقق الأهداف، وأيضا رضا أصحاب المصالح، صالح اصحاب المنظمه واصحاب المؤسسه، رضاهم دائما على المنتج والمخرج اللي ممكن يكون يحقق تطلعاتهم بما يتوافق مع الفكر والمعرفه. شكرا 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 لك. ايضا ماذا استفدنا ايها الاحبه؟ جزاك الله خير دكتور. ماذا استفدنا؟ شاركونا. طيب. دكتور انا اعتقد انها قاعده اساسيه للعائد على الاستثمار مستقبلا، يعني اليوم اللي تحدثته وما سبق انا اعتقد انه هذا هو الاستثمار الحقيقي للمنظمه على يعني على مدى طويل باذن الله ويضمن لنا جوده العمل. جزاك الله خير. اذا اذكر بشيء ايها الاحبه، النموذج العلمي لحل المشكلات هو نموذج اساسي، لا يمكن ان نتحدث عن القرار بمعزل عن النموذج العلمي لحل المشكلات، ولذلك سنراجع عليه مراجعه سريعه. النموذج العلمي لحل المشكلات ايها الاحبه، هذا النموذج وضعه جين دوي، يتحدث فيه عن انه اولا الشعور بالمشكله، ثم بعد ذلك تحديد المشكله، ثم اقتراح الحلول، ثم بعد ذلك استنباط الحلول، ثم عمليه اختيار الفروض عمليه. طيب تعالوا نفكر بين شيئين. سؤال، هل القائد ينتظر حتى تحصل المشكله؟ ولا القائد يفكر مع موظفينه لسيناريوهات، يستشرف المستقبل ويفكر لسيناريوهات محتمله للمستقبل ويقوم بعمليه الان وضع سيناريو لكل مشكله ستحصل ثم يقوم باتمتتها؟ فكر معي الآن، هل القائد الآن قائد المنشأة في القرن 21 قائد ينتظر حتى تحصل مشكلات عشان يقوم بحلها، أم هو قائد أصلا يوميا يسوي اجتماعات عشان يفكر في حلول مستقبلية وحتى يخفف عدد المشاكل الموجودة لديه، فيفكر الآن بعملية نقل الأشياء الروتينية نقلها إلى أشياء مالها تقنية. ولذلك احنا نتكلم الان عن نموذج في ظل القرار، نتكلم عن شيء اخر، نتكلم عن كيف تفكر تفكير مستقبلي، تستشرف في المستقبل حتى تستطيع اتخاذ قرارك. على هذا الاساس ايها الاحبه، عندنا 10 خطوات سيستخدمها القائد في عمليه الاستشراف. سيستشعر مشكله ما لم تحصل حتى الان. شيء سيكون في المستقبل هو يفكر فيه.
قد تكون إجراء بسيط وقد يكون إجراء معقد، وسيقوم بعملية تحديد ما هي المشكلة اللي فيه، وسيحدد أسباب المشكلة، ثم سيحدد معايير الحل، وسيقوم بعصف ديني مع موظفينه، ثم سيختار البديل الأنسب، ثم سيضع خطة الحل، ثم سينفذ الحل، ثم سيقيم، ثم سيحسن تحسينا مستمر. هذا الأمر أيها الأحبة يحتاج من قائدنا أن يكون لديه قدرة على استخدام قبعات تفكير الست. قبعات تفكير الستة، القبعة الزرقاء هي قبعة التفكير في التفكير، ولذلك اليوم سنتكلم عن علم المنطق، لأن القائد دائما لازم يكون عنده القدرة أن يفكر في كل الاحتمالات عشان لما يتخذ قرار يفكر بطريقة منطقية متزنة. القبعة الحمراء العواطف، عشان لما تتخذ قرار تكون تعرف عواطف الموجودة تأثيرها على الآخرين. القبعة البيضاء جمع البيانات والمعلومات والتحليل، ما تتخذ قرار اللي بعد ما حلل. القبعة السوداء معرفة الأنظمة واللوائح والصعوبات التي ممكن تحصل عندنا. القبعة الخضراء هي عبارة عن فوائد، فائدة كل فكرة. القبعة الصفراء مميزات كل فكرة. القبعة الخضراء تعطيني أفكار، وثم بعد ذلك تأتي القبعة الصفراء تعطيني مميزاتها. أنا شرحت قبعات التفكير الستة على اليوتيوب، أرجو أن ترجعوا لها بالتفصيل. هذه القبعات التفكير الستة سنستخدمها في النموذج العلمي لحل المشكلات. لاحظوا معي القائد ماذا يفعل. أولا، المرحلة الأولى عندما يشعر القائد بمشكلة ما، سواء مشكلة حالية أو مشكلة استشراف نحو المستقبل، فإن القائد سيقوم بالشيء التالي. عند القائد سيسمع صوت العمل، صوت العميل، صوت العملية، صوت الموظف. هذه الأصوات يجب أن يسمعها القائد، وأرجو أن ترجعوا للOKR حتى تسمعوا هذه الأصوات، أو ترجعوا لعملية التشخيص لما تحدثنا عنها حتى تسمعوا هذه الأصوات. القائد سينزل الآن للميدان. عند القائد سيلبس قبعات التفكير الستة كلها. في المرحلة الأولى سيستخدم القائد أدوات البحث العلمي، سيجري مقابلة مع الموظفين، سينزل الجنبة للميدان وسيجري ملاحظة، سيتعرف على البيان العملي، سيقوم بالتجريب على العينات، سيسوي استبيان أحيانا، قد يقوم بالمقارنة المرجعية، وقد يستخدم القائد أيضا مراجعة الخطط والأدلة، مراجعة تقارير الأداء، متابعة مؤشرات الأداء. قد يمشي القائد، ينزل القائد يمشي داخل المنظمة، قد يستخدم صندوق الشكاوى والمقترحات، قد يقوم بالاجتماعات الدورية. لماذا يفعل القائد هذا؟ حتى يستشعر القائد المشكلة، ليس وحده بل حتى فريق عمل معه كلهم يستشعرون المشكلة. ثم بعد ذلك ينتقل القائد مرحلة تحديد المشكلة، يلبس القبعة البيضاء والقبعة الزرقاء. البيضاء ليش؟ عشان يحدد المشكلة بناء على أرقام وإحصائيات وحقائق وشواهد، والزرقاء حتى لا ينحرف. في هذه المرحلة سيعرف نوع المشكلة، يحدد المتداخلين فيها، يحدد الخبرات السابقة، يحدد التوقعات، يحدد الترابطات، يحدد السياقات. ثم بعد ذلك يقوم القائد بتحديد أسباب المشكلة. هذه المشكلة ترى ما أسبابها؟ إيش الأسباب التي أدت لها؟ في هذه المرحلة سيلبس القائد القبعة البيضاء اللي هي حقائق، القبعة الحمراء عواطف عشان يسمع من الناس، وسيحدد. يستخدم أدوات تسمى أدوات تحليل المشكلة، أدوات تحليل السبب الجذري، سنأخذها بعد قليل. سيتعرف على الأسباب الجذرية، يحدد النتائج، يحدد ويضبط المتغيرات، يحدد الافتراضات، يجمع البيانات الناقصة حتى يتأكد أن كل البيانات صارت عنده موجودة. ثم بعد ذلك يقوم القائد بالانتقال إلى معايير الحل. في هذه المرحلة قبل أن يبدأ القائد يفكر في أفضل بدائل عنده، أولاً على القائد أن يضع معايير الحل. هذه المعايير ما هي؟ أن يفكر القائد في القبعة السوداء والقبعة الزرقاء. في القبعة السوداء سيفكر يا ترى ما القيود النظامية؟ ما القيود القانونية؟ ما القيود عندي التنظيمية؟ ما القيود الثقافية والدينية؟ ما القيود المالية والموارد؟ ما هي القيود المنطقية؟ ما القيود التنسيقية؟ قبل أن يتخذ قراره، حتى لما يتخذ القرار يتأكد أن قراره كان متسق. وفي هذه الحالة راح يطلع القرار، يا ترى إيش المواصفات اللي مسموح لي أن أتخذها؟ إيش التكلفة لقراري؟ إيش الوقت المطلوب مني أن أقوم بعملية وضع قراري؟ ثم بعد ذلك يبدأ عندنا العصف الذهني. هذا نسميه العصف الذهني المقيد، العصف الذهني المحدد. ليش؟ لأنه سبقته قيود. هذا ليس عصف ذهني مباشر، ليس عصف ذهني حر. يقسم إليكس وزبورن. هذا إليكس وزبورن هو صاحب فكرة العصف الذهني أيها الأحبة. إليكس وزبورن كان تخصصه تسويق. يقسم العصف الذهني إلى نوعين، عصف ذهني مباشر وهو أن تفكر وتفكر وتفكر، عصف ذهني غير مباشر وهو العصف الذهني المقيد، أي المربوط عندنا بماذا؟ بتقييد. بناء على كذا سيبدأ القائد يلبس القبعة الخضراء والقبعة الزرقاء. القبعة الخضراء لاستمطار الأفكار. هنا ماذا سيفعل عندي؟ سيرحب بمشاركة جميع معاه، سيقوم بعملية تركيز على الفكرة للشخص، سيجمع أكبر قدر من الأفكار، لا يخشى التكرار، سيرتب الأفكار، سيحدد الأولويات. ثم بعد ذلك القائد مع فريق العمل سيعملون عملية تصويت على الإبداع على الأفكار. هناك فرق بين الإبداع والابتكار. الإبداع معناه الإتيان بشيء جديد، الابتكار معناه أن نفكر ضمن القيود.
انا الان سويت قيود، خلاص ما اخذش للافكار اللي ماشيه معايا فين ضمن القيود. طب عندي فكره جميله ظهرت، هذه اعتبرها فكره ابداعيه، بس حطها في بنك الافكار، لان الان لا تنضبط مع القيود اللي عندنا. ثم القائد سيختار مجموعه بدائل، هذه البدائل هي البدائل اللي نقول عنها ما الافضل، يعني هذه البدائل التي ظهرت المفضله عند القائد، التي ظهرت وتتوافق مع من؟ مع البديل. سيختار منها القائد القرار الرشيد، القرار الامثل. هذا القرار الرشيد الامثل هو القرار اللي يتناسب مع واقع المنظمه، مع امكانيات المنظمه. ثم بعد ذلك هذا القرار بعد أن يتم التصويت عليه سيتم عملية وضع القرار محور التنفيذ. الآن وضع خطة، سنضع خطة الآن، سنستخدم القبعة البيضاء عشان تكون عندنا خطة فيها أرقام وإحصائيات، القبعة الحمراء عشان نحشد الجهود لها، سنحدد مبادرة لحل المشكلة، سنقوم بعملية تحويل المعلوم إلى غير معلوم من خلال خطة، سنصمم دليل إجراءات، سنبين تأمين متطلبات، سنحدد مؤشرات الأداء، ثم بعد ذلك سنبدأ إذا تم اعتماد الخطة سنبدأ في تنفيذ الحل. تذكر دائما تنفيذ الحل البس القبعة البيضاء والقبعة السوداء، هنا لا تبدأ في التنفيذ إلا بعد اعتماد الخطة وارتباطها ماليا. دائما هنا الإبداع لا إبداع مطلقا، خلاص هنا أنت الآن إذا اعتمدت الخطة نفذ ما تم الاتفاق عليه. الجودة هي عبارة في المطابقة، ولذلك وثق كل عملية من عمليات التنفيذ، وثق كل مرحلة. بعد ذلك قم بعملية تقييم الحل، تقييم الحل البس القبعة البيضاء، قيم وراقب على كل ما عملناه، شوف الآن طلبات التغيير إذا عندنا طلبات تغيير، تأكد أن كل شيء ماشي بشكل صحيح، وفي الأخير يأتي عندنا التحسين المستمر وهو مراعاة هل فعلا نحن ننفذ أعمالنا فعلا بطريقة صحيحة، هل فعلا نحتاج إلى التوسع التدريجي. هذه اسمها مراحل الخطوات العلمية لحل المشكلات، ويدخل فيها مراحل اتخاذ القرار. أين اتخاذ القرار؟ ها أين اتخاذ القرار؟ اتخاذ القرار أيها الأحبة هنا، هنا في هذه المرحلة يكمن عندنا عملية اتخاذ من؟ القرار. هنا هذه المرحلة هي عملية اتخاذ القرار. إذا هنا عندنا عملية اتخاذ القرار، هذه الآن المرحلة الخاصة باتخاذ القرار، اختيار البديل الأنسب ووضع البديل في محور الخطة. طيب تنفيذ البديل هذا بعدين في التنفيذ الحل والتحسين المستمر. إذا هذه المرحلة نسميها مرحلة اتخاذ القرار، ولذلك لا يمكن أن نفصل دائما حل المشكلات عن اتخاذ القرار، فبالتالي هي عملية مستمرة. سؤالي لكم، ماذا استفدنا من هذه اللوحة؟ أسمع منكم، تفضلوا شاركونا، حد عنده تعليق؟ ايه دكتور تفضل. عفوا، صانع القرار يعني يعتبر هو الان هو العصف الذهني، صح ولا دكتور؟ صانع القرار يستخدم، يكون معنا في العصف الذهني، ويكون معنا ايضا في ترتيب البدائل، اللي متخذ القرار اللي يكون عنده دور اعتماد الخطه، اللي طبعا يعني صانع القرار. شوف صانع القرار سلامك الله، هو عصف صانع القرار سيعمل هذا كله، صانع القرار المنطقه هذه، كل هذه المنطقة، هذه منطقة صانع القرار، هذه كلها صانع قرار، جيد؟ هذه كلها صانع قرار. متخذ القرار دوره هنا، هذا دور متخذ القرار هنا، إذا ما اتخذتش القرار لن يحصل عندنا قرار. هنا اتخاذ القرار دكتور، يعتمد الخطة. دكتور فيما يتعلق بالشعور بالمشكلة، أي أقوى ممكن تعطيني دلائل واضحة أن العمل يسير في مؤشرات منخفضة ولا يحقق المرتقى؟ هل أدوات البحث العلمي أقوى أم الأدوات الإدارية كالتقارير وغيرها دكتور؟ ما الفرق ما بينها؟ والله المفترض أن الأدوات الإدارية اللي عندنا قائمة على البحث العلمي، هذا المفترض، مفترض أنها قائمة عليها. يعني هل علم الإدارة ما عندوش بحث علمي؟ والله يا دكتور في ناس ما عندهم خلفية عن البحث العلمي، اتخاذ القرارات أحيانا تكون ارتجالية، وأحيانا تكون قرارات وفق ممارسات سابقه لمنظمات اخرى، او احيانا استشارات. مفروض على القائد ان يتعرف على الحد الادنى من البحث العلمي والحد الادنى من الاحصاء، لازم يعرف الحد الادنى. يا ليت والله يوفر جهد كبيره جدا ومن هدر الوقت والجهد والتكلفه يا دكتور. لذلك احبتي الكرام، لما ندرس الان نموذج العلمي حل المشكلات سيظهر عندنا الان مفهوم القرار وانواعه. على هذا الاساس القرار هو اختيار افضل بديل، القرار هو عبارة عن اختيار أفضل بديل من مجموعة بدائل، كما قلنا قبل قليل أثناء ما كنا نتحدث عن المفاهيم. فلاحظوا معي، لما نشعر بالحاجة للقرار، الشعور بالحاجة للقرار هذا هو الشعور أنك أنت الآن تختار واحد من البدائل. ثم بعد ذلك عندنا مرحلة تشخيص وتحليل الأسباب، ثم مرحلة تطوير البدائل، ثم اختيار بديل الأنسب، ثم تنفيذ البدائل. هذه الخطوات الستة تسمى الخطوات العلمية لاتخاذ القرارات الإدارية. يعني أن تشعر أنت الآن بالحاجة لاتخاذ قرار، هذه المرحلة اللي كان فيها مشكلة وتحليل مشكلة وتحليل أسباب المشكلة وتحليل جذورها، ثم تشخيص، هذه مرحلة بحث عن السبب الجذري، ثم مرحلة تطوير بدائل، أن أبدأ فيها وأقوم بتطوير بدائل.
على هذا الأساس أيها الأحبة، دائما عملية صنع القرار هي عملية تتكون من الشيء التالي: أولا إدراك متطلبات القرار، تحديد الموقف، أما وجود مشكلة أو فرصة، ممكن ما يكونش عندنا مشكلة، ممكن في فرصة نبغى نستثمرها. أيضا عندنا تشخيص وتحليل الأسباب، جمع المعلومات، تشخيص أسباب المشكلة أو ملامح الفرصة، تطوير بدائل وتقييمها، أيضا اختيار بديل مناسب، تنفيذ الحل المختار، تقييم وتغذية راجعة، إقرار التنفيذ والتصحيح. على هذا الأساس أيها الأحبة، ستتكون عندنا الآن مجموعة من القرارات، عندنا نوعين من القرارات، القرار الإداري سيقسم عندنا إلى نوعين. هناك عندنا هذا الرجل اسمه هيربرت سيمون، لا يمكن أن نتحدث عن القرارات دون الحديث عن هيربرت سيمون. هيربرت سيمون هذا الرجل عاش حدود 84 سنة، يمكن منها 60 سنة عاش في موضوع القرار. سبب هذا الرجل صاحب نظرية القرارات، القرارات الإدارية، صاحبها في علم الإدارة هيربرت سيمون. هيربرت سيمون الماجستير حقه في نظرية القرار، الدكتوراه حقه في نظرية القرار. هيربرت سيمون يقسم القرارات، سلمكم الله، عام 1947 يقسم القرارات إلى نوعين. النوع الأول قرارات يقول عنها قرارات مبرمجة، هذه القرارات المبرمجة هي قرارات روتينية مسبقة متفق عليها، موجودة في الأدلة والسياسات. وقرارات غير مبرمجة، هذه قرارات غير روتينية جديدة طارئة ليست موجودة في الخطة. فعلى هذا الأساس في المفهوم القرارات المبرمجة هي تلك القرارات التي يتم اتخاذها بشكل روتيني، هي القرارات الأمر متكرر، مواقف محددة خاضعة إلى دراسة، لها قواعد، لها دليل سياسات، لها دليل إجراءات. أمثلة القرارات المبرمجة: الأنظمة، الإجراءات، النماذج التنظيمية، الخطط التشغيلية، القواعد، السياسات، البروتوكول، اللوائح، الأنظمة الإلكترونية، معايير، اتفاقيات. بطبيعة المهام واضحة جدا في الأنظمة المبرمجة، المعلومات متوفرة لحد كبير، عدد البدائل محدد لابتكار ثم نطاق المواصفات والتكلفة، الاعتماد على القواعد السابقة دائما، مستوى متخذ القرار، الإدارة الوسطى والإدارة الإشرافية، العاملين في المشروع، درجة المخاطرة فيها محدودة. لماذا؟ إنها قرارات مبرمجة روتينية موجودة يوميا. موظف عندنا غاب، ماذا استفعل له؟ عندي مثلا سلمك الله عندي عميل جاء الآن يبغى يشتري منتج، كيف سأبيع منه؟ قرارات مبرمجة. القرارات غير مبرمجة هي تلك القرارات التي لا يمكن معها تطبيق القواعد الموجودة في الإجراءات ولا في السياسات. بالتأكيد هذا اللي تحتاج تدخل قائد عندنا، هذا القائد احنا نبغاه، هذه اللي تدخل معنا في التخطيط الاستراتيجي والابداع وحل المشكلات واداره التغيير، هي غير واضحه في العاده، هل تحتاج عندنا قياده؟ ايضا القرارات المبرمجه ايها الاحبه، تذكروا دائما ان القرارات المبرمجه دائما منظمه، روتينيه، واضحه، متكرره، السياسات فيها واضحه والمعايير واضحه، هدف المهمه فيها واضح، درجه عاليه من احتماليه اليقين، بالتالي ما فيهاش فوكه، الاداره فيها متوسط، دائما تكون عند الاداره متوسطه تشغيليه. أما القرارات غير مبرمجة، هذه الأشياء التي فيها الآن اتخاذ قرار غير واضح، هذه المشاكل اللي تعامل معها مشاكل غير مهيكلة، يعني مشاكل غير واضحة. طيب ماذا يجب على القائد أن يفعل؟ بصوا معي، المفروض القائد، القائد الإداري سيقوم الآن بالشيء التالي، سينقل القرارات المبرمجة إلى قرارات غير مبرمجة. أكيد بتقولي زي كذا، السؤال كيف؟ ما الطريقة التي سيقوم بها القائد لنقل قرارات غير مبرمجة إلى قرارات مبرمجة؟ سيستخدم القائد شيء اسمه النمذجة. إيش النمذجة؟ سيقوم القائد الآن بعملية كتابة نماذج إدارية عبارة عن سياسات، إجراءات، نموذج عبارة عن فلوشارت. طب ليش؟ عشان يحول كل قرار كان هذا القرار يضغط عليه أو كان مفاجئ يحوله إلى قرار مبرمج، ثم يقوم بعد ذلك بأتمتته أو مكنكته عشان يصير هذا القرار معروف مبرمج. ما هي علم الإدارة؟ علم الإدارة هي عبارة عن قدرة على تنفيذ المهام من خلال الآخرين، ولذلك معناها قرارات مبرمجة. ما هي القيادة؟ القيادة هي التأثير على الآخرين من أجل القيام بالمهام المحددة، إذن معناها برمجة. نعم هي برمجة، أن تبرمج الآخرين لتنفيذ القرارات. وبالتالي الآن القائد سيبدأ يدرس كيف أستطيع أن أحول قرارات البرمجة لغير برمجة. هذه الخطوات الستة سأستخدمها حتى أقوم بعملية الآن برمجة موظفين. تعالوا نشوف الآن كيف سنجريها. عندنا الآن عمليتين، في دائما عندي شخصين سيكونوا داخل منظمة، شخص اسمه مهندس القرار، صانع القرار، المرؤوس. هذا المرؤوس هو الذي عنده الآن القدرة على عملية تحليل المشكلة، الشعور بها، حل المشكلة، تحليل أسبابها، معرفتها، ثم بعد ذلك سيرفع القرار للرئيس. هذا الرئيس مفروض يتخذ القرار. طيب هل لازم صانع القرار يكون إنسان؟ ممكن يكون إنسان، ممكن تكون آلة، ممكن نظام إلكتروني يجمع لي بيانات، لكن في الأساس هناك تقرير، هذا التقرير سيطلع من مهندس القرار إلى متخذ القرار. الآن صانع القرار يقصد بها جميع الخطوات اللي يتطلبها ظهور القرار لحيز الجود.
اتخاذ القرار هو اختيار أفضل بديل لاختيار الموضوع بعد القيام بالمفاضلة بين القرارات، وهذا ما سيعمله الآن متخذ القرار اللي هو الرئيس. عشان كده بكرة موضوعنا ماذا سيكون؟ كتابة التقارير. لاحظوا أن التقارير هي الطريقة التي تنتقل فيها القرارات من صانع القرار إلى متخذ القرار. طيب على هذا الأساس لاحظوا أن عندنا عمليتين. لما تظهر مشكلة في العمل الإداري، مشكلة جديدة، حد جديد يحتاج نتعامل معه، هذه المشكلة سيتعامل معها أولا مسؤولية صانع القرار. صانع القرار سيقوم بعملية جمع البيانات، تبويبها، عرضها، وصفها، تحليلها، تفسير بيانات، وصفها. تقول لي طيب إذا كان ما يعرفش هذا ليش ما دربته؟ أنت المفروض تدربه جالس، ثم يصيغ المشكلة بشكل تقرير شفوي أو كتابي، ثم هذا التقرير سيتجه إلى متخذ القرار. متخذ القرار سيقيم الموقف، يتخذ القرار، إذا كان القرار مناسب سنتخذ الفعل، إذا مش مناسب سنعود مرة أخرى عشان نسوي عملية البحث الميداني ونقوم الآن بالشعور، نحدث ونحسن بشكل مستمر. سؤالي لكم، هل هذه العملية ممكن تكون في كل مجالات عملنا ولا لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هذه العملية ممكن أتمتتها بحيث يتفرغ موظفيني من صناعة القرار، يصيروا أكثرهم متخذي قرار ويصيروا بكذا، يصيروا نسميهم عمال معرفة بدل ما يصيروا التنفيذيين يستخدمون عضلاتهم؟ إيش رأيكم؟ هل ممكن أجري تحويل في المؤسسة حقي بحيث يصير عندي كثير من العمليات التقنية تساعدني فيها؟ إجابة نعم. طيب كيف يحصل هذا الأمر؟ هناك أيها الأحبة عندنا الآن في اتخاذ القرارات نقدر نقول كالتالي، عندي قرارات مبرمجة. هذا النموذج نسميه نموذج فيجو، هو عبارة عن قرارات كثيرة مبرمجة. هذه قرارات برمجة المفروض أعطيها الإدارة الإشرافية، وعندي قرارات غير مبرمجة جديدة طارئة، هذه المفروض أعطيها الإدارة العليا. كل ما استطعت أن أقوم الآن بعملية برمجة القرارات وتحويل القرارات إلى مبرمجة، كل ما فرغت الإدارة العليا أكثر لعملية اتخاذ القرار وحل المشكلات والتعامل مع المشكلات، وبالتالي هنا يصير عندي القدرة على عملية تفريق المنظمة لعملية التعامل مع المشكلات. فعندي نوع من المشاكل نسميها مشاكل تنظيمية. المشاكل التنظيمية أيها الأحبة اللي فيها غموض، هذه المفروض أخليها قرارات غير مبرمجة. الأشياء اللي منخفضة الغموض فيها مصداقية واضحة المعالم، خلاص يا أخي سويها قرارات مبرمجة، أما تؤتمتها أو تبرمجها بحيث يصير عندك قدرة على عملية اتخاذ القرار وحل المشكلة على طول مباشرة. إذا الآن في اتخاذ القرار المفروض إني أنا سأقوم بعملية برمجة القرارات حتى أتخلص من الضغط اللي حاصل علي أنا كمتخذ قرار، حيث أخلي القرارات كلها تتم بعملية برمجة. طيب على هذا الأساس أيها الأحبة عندي الشيء التالي، عندما يواجه موقف القرار ينبغي على المديرين عمل الشيء التالي: الحصول على معلومات كاملة، التخلص من حالة عدم اليقين اللي عدم التأكدية، تقييم كل شيء بعقلانية ومنطق، ثم الانتهاء إلى قرار، هذا القرار يخدم مصلحة المنظمة على أفضل وجه ممكن. سؤالي لكم، لو أنا كقائد كل مرة أواجه نفس الموقف وكل مرة أسوي نفس العملية وكل مرة أكرر نفس التكرار، كل مرة أسوي نفس الشيء، إيش رأيكم فيها؟ هدر للجهد ولا لا؟ هدر الوقت ولا لا؟ هذا مش هدر؟ نفس الموقف أنا أقابله، نفس الموقف أنا أحلله، نفس الموقف أنا أدرسه، نفس الموقف أنا أتعامل معه، ونفس الموقف أنا كل مرة أسويه. طيب معنى ذلك أني أنا الآن أنا أهدر جهدي بشكل كبير. ليش هذا الموقف ما أسوي له أتمتة؟ ليش ما أسوي له دليل سياسات وإجراءات؟ ليش ما أسوي له تنظيم؟ ليش ما أسوي له تقنية؟ بحيث أن هذا القرار خلاص يصير معروف، أسوي له أتمتة على طول مباشرة. طيب كيف أسوي له أتمتة؟ قال لك أنا لابد أن يكون هذا القرار، أن يكون قراري عملي، أن يكون اقتصادي، أن يكون أخلاقي، أن يكون قراري قانوني. إذا كان قراري عملي اقتصادي أخلاقي قانوني، خلاص يا أخي برمجه يا أخي، خليه يكون مؤتمت وروح تفضل شيء آخر، اشتغل على شيء آخر. وبالتالي عندنا الآن بدأت الفكرة عندنا بالشكل التالي: على القائد أن يقوم بعملية كالتالي. العملية اللي عندنا الآن هذا القائد، هذا هيربرت سيمون وضع هذا النموذج لتوضيح الفكرة. هيربرت سيمون يقول أول شيء دائما أنت كقائد قم بمرحلة التشخيص، اجمع معلومات عن المشكلة الموجودة، أي تحدي موجود، أي فرصة موجودة، أهداف المنظمة، اجري بحث ميداني، مسح ميداني، اجمع بيانات، عرف المشكلة، عرف مشكلة الملكية، هذه من المسؤولين عنها؟ من المسؤولين ومن المسائلين؟ صنف المشكلة، اعرض المشكلة، ثم بعد ذلك جيب الموظفين اللي معاك الآن وقم بعملية استعراض المشكلة معهم، ثم قم بمرحلة التصميم. ما هو التصميم؟ صياغة نموذج. أصيغ النموذج الآن، أصيغ المشكلة دي على شكل نموذج. هذا النموذج ممكن يكون عبارة عن فلو شارت، عبارة عن خارطة تدفق، وأيضا ضع معايير لاختبار النموذج، ضع البحث عن البدائل،
ثم التنبؤ والقياس النتائج، ثم مرحلة اختبار، قم بعملية اختيار الآن، هل النموذج فعلا يحقق؟ هل النموذج يكون عنده حلالية، يسوي تحليل حساسية؟ هل النموذج هذا أفضل ترتيب ولا ممكن نحسنه؟ ثم خلاص خلي هذا النموذج يشتغل هو، نفذ هذا الحل وخلي النموذج يعمل، بدل ما أنت تستهلك وقتك كله في عملية أنك كل مرة أنت اللي تتخذ القرار. هذه أفكار هيربرت سيمون. إذا أربرت هيربرت سيمون تركز على الشيء التالي، أتمتت عملية اتخاذ القرار، وهذا ما نسميه الثورة الصناعية الرابعة، أن نقوم بعملية أتمتت القرار. سؤالي لكم، ماذا استفدنا حتى الآن؟ تفضلوا شاركونا. يلا يا إخوة. أن صنع القرار يا دكتور ليس مجرد المفهوم السطحي أنه قرار يتخذ، إنما هو مبني على إجراءات، برمجة تعد مسبقة، افتراضات، استشراف للمستقبل مبني على قاعدة بيانات ومركز معلومات يزودك بالمعلومة الصحيحة أول بأول. يا سلام عليك. وبالتالي الهدف الأساسي أيها الأحبة هو تفريق القائد، نبغى نخلص القائد من موضوع القيادات. على هذا الأساس أيها الأحبة بدأ يظهر مفهوم، هذا المفهوم خطير جدا عند القائد في اتخاذ القرار، اسمه مفهوم النماذج ودورها في التشخيص التنظيمي واتخاذ القرارات. يعني ايش؟ يعني دور النماذج التنظيميه اللي سيستخدمها القائد، الفورمات اللي سيستخدمها القائد، علشان القائد لما ينزل داخل المنظمه ويشوف اي مشكله موجوده، لما نزل الجنبه وشاف، نزل الميدان وشاف اي مشكله موجوده، حولها على شكل نموذج، رسمها على شكل نموذج، ثم حول هذا النموذج الان للتقني. تعرفون التخصص، اقول لكم بس بسر، تعرفون الشخص اللي دارس تقنيه معلومات 4 سنوات، تعرفون انه يدرس حاسب آلي ويدرس هذا الموضوع، جالس يدرس بس موضوع النماذج، كيف يسوي تحليل نظم وكيف يوجد حلول للمنظمه، تعرفون هذه الفكره؟ وتعرفون احنا نجيبه وفي الاخير نحوله الى شخص يغير الحبر حق الطابعه؟ هذا اللي حاصل يا دكتور. هي كبرى، احنا هذا الشخص مهندس موجود تخصصه هذا، ترى انه يبرمج هذا ممكن يجيب شركه يبرمج، لكن هو اساسا اللوجيك حقه اللي شغال انه كيف يقوم بعمليه الان نظم المعلومات، كيف يقوم بعمليه الان تشخيص التنظيمي وكيف يتخذ قرارات. فلاحظوا معي الان النماذج ما هي؟ النماذج ايها الاحبه هي عباره عن تمثيل للمشكله الموجوده. النماذج ايها الاحبه اثناء التشخيص التنظيمي يمكننا دراسه الكيانات الموجوده، ندرس ايش اللي يحصل، فالنموذج هو تبسيط او تجريد او تسطيل الحقائق، كبرى او كيانات ماديه ضخمه في الحياه يتم تبسيطها من خلال رسمه. هذه الرسمه توضح لنا كيف نستطيع ان نقوم باجراء معين. تعال معنا مثلا مثال، دليل الان عندي انا واحد يبغى ياخذ اجازه اضطراريه، تعال نرسم لها نموذج، نبني لها نموذج على الورق ونسوي له فلو شارت ونكتب ايضا ايش السياسات حقه ونعطيها للمبرمج ونقول له تفضل يا اخ مبرمج سوي لنا الان لها من تطبيق عشان هذا القرار خلاص يتم كله الكترونيا. طيب عندنا يا جماعه الان النموذج الان نبغى نسوي معايده للموظفين حقنا في العيد، انا اجلس كمدير امسك واتساب واجلس ارسل للناس كلهم في العيد ارسل لهم، لا خلاص انا هذه المبرمج، تعالي مبرمج هذا يا اخي عندنا نموذج كيفيه ارسال رسائل، سوي له فورمه، سوى فورم ارسله خلاص هذا نموذج الان. اذا النماذج هدفها الاساسي ايها الاحبه يمكن ان نستخلص الحقائق التاليه المتعلقه بالنماذج ودورها التشخيصي. واحد، دورها انها عباره عن رسمه مصقره لحقيقه كبيره داخل المنظمه، يعطيك مجسم، هذا المجسم يحل لنا المشكله، يعطينا خوارزميه كيف الحل. عاده النموذج يركز على مجموعه المتغيرات، ماذا يحصل من عمل؟ يهدف دائما للتحسين، يراعي دائما الدقه، النموذج يجب ان يكون دقيق ويكون واضح حتى يستطيع يساعدنا في عمليه حل من المشكله. هذا النموذج هو اللي نقوم دائما بعمليه تحسينه، عندنا شروط عمليه صناعة النموذج. أول شيء يجب أن يكون النموذج دائما أيها الأحبة نبغى نسويه لازم يكون تكاليفه الكلية بسيطة، التكلفة حقه تكون مالها أبسط. إحنا بدل الآن أنت لو حسبت حساب، أنا مرة من المرات رحت أزور أحد الشركات، شركة شغالة في مجال تسويق التجزئة، شركة شغالة في مجال تسويق التجزئة، حلو، أنت أكثر من فرع تبيع مبيعات تجزئة. الإشكالية الكبرى اللي عندهم عملهم أكثر شغال على موضوع النظام الإلكتروني وما عندهم مبرمج. والله ما عندهم مبرمج، جايبين مبرمج حاط انه يشتغل باركود، يسوي الباركودات حق البضاعه، ومسوي انه هو تخصص بكريوس مسوي انه يسوي باركودات. جيت عنده قلت له ليش ما عندك يعني مبرمج؟ قال والله ما نحتاجه، احنا جبنا نظام الكتروني اشتريناه جاهز وشغالين عليه. قلت له طيب يعني انت، قال يا اخي اجيب مبرمج.
اجيب مبرمج، هذا المبرمج بيكلفني اقل شيء راتبه حدود يعني 7000. قلت جيب اله حاسبه، جاب اله حاسبه قلت له اضرب 7000 في 12، ضرب 7000 في 12 كم تطلع يا جماعه؟ طلعت حدود ال 100 84000 حدود ال 100000. قلت طيب احسب الان سؤال، قلت له سؤال بسيط، قال لي تفضل. قلت له ايش اكبر مشكله انت تعاني منها؟ انا بقول لك قدام تتكلم اللي ايش هي؟ قلت له عندك مشكله المخزون، ان عندك في بضاعه تكون موجوده وتروح تشتري بضاعه ثانيه تكتشف ان البضاعه دي كانت عندك موجوده اول ما تصرفت. قال لي والله صح، كيف عرفت؟ قلت له ان ما عندكش تقنيه معلومات، كيف راح تعرف ان ذي البضاعه موجوده؟ طب احسب لي بالله تكلفه المخزون اللي عندك مهدور كم يطلع في السنه؟ قالوا يطلع في حدود 500000. طب لو جبت لك واحد راتبه 84000 يخلص لك من الموضوع لسنوات القدام، مش احسن لك؟ لما قلت حسبتها زي كذا، هذه المشكله ان احنا يا جماعه ما نفكر فيها. ان التقنيه ارخص، تساعدك في ازاله الهدر. اذا واحد ان يكون هذا النموذج تكلفته اقل، الشيء الثاني ان يكون هذا النموذج فعلا صحيح، يعني هذا النموذج يساعدنا في عمليه الحل بشكل صحيح. هذه النماذج ايها الاحبه يجب ان توفر فينا، هذه النماذج توفر لنا النظام، تعطينا هذه النماذج ايها الاحبه وسيله اقتصاديه، هذه النماذج تساعد في تدريب ايضا المدراء والعاملين، توضح لنا كيف يتم الاجراءات، هذه النماذج يمكن نظر لها دائما باكملها بانها فعاله، هذه النماذج تسمح بتحليل التجارب تحت احد الشركات، شركه ايها الاحبه جيت عنده، جيت عنده نظام الكتروني مره رهيب، نظام الكتروني رهيب حلو بس مش شغال، النظام ابدا مش شغال. جيد، فجاء يشتكي لي قال لي اقول لك يا اخي الموظفين عندنا، موظفين عندنا ما يشتغلوا على النظام، انا قد اكثر مره قلت انه يشتغلوا على النظام بس موظفين ما يشتغلوا على النظام. سالته قلت له سؤال، هل انت لما اشتريت النظام من الشركه طلبت الكتيبات منهم؟ قال لا. قلت ليش ما طلبت الكتيبات؟ قال ما احتاجش النظام، والله ما قد فكرت فيها. طيب ايش احتاجها؟ كيف ايش تحتاجها؟ موظفين كيف بيعرفوا النظام؟ انت الان زي اللي اشترى النظام بس دون ما يشتري من؟ النموذج الخوارزميه حقه. لازم يكون عندنا لما تشتري اي نظام الكتروني لازم تشتري معاه الخوارزميات والكتيبات حق النظام اهم من النظام، لان هي اللي راح تشرح لموظفينك كيف يتم النموذج. هذه النماذج ايها الاحبه دائما في النموذج يجب ان يكون عندنا صدق النموذج. صدق النموذج معناه ان هذا النموذج يظهر العناصر والمتغيرات الهامه، هذا النموذج قيم عندما فعلا يقدم الخدمه، هذا النموذج دائما لما يكون عنده قدره على استخدامه، لما يكون هذا النموذج فعلا يعطيك قدره على التعديل. كل ما كان النموذج يحل مشاكلنا كل ما نجحنا. هاي احبتي الكرام دائما تذكروا في عمليه النماذج وصناعه النماذج تساعدنا على الاتمته واتخاذ القرار. ابدا مشكله حقيقيه من الواقع، ادخل انت الان لشركتك شوف مشكله في الواقع، تناول جانب محدد من الواقع في المشكله، لا تتكلم بشكل شامل، جزء بسيط. مثلا عندك الان مشكله اجازات الموظفين، ابدا ابني نموذج، ابني نموذج لهذه المشكله، حقق الاهداف، حل دائما التداخلات فيها، عدل النموذج، اختر النموذج وفق بناء، ثم قم بعمليه تفسيره، ثم قم باتمتته، حول النموذج ده لشيء مؤتمت. حتى ايها الاحبه النماذج ماذا فائدتها؟ النموذج هو اداه او وسيله، هذا النموذج وسيله للتعامل مع التقنيه. انت دورنا انا كمدير اداري يجب ان اعرف كيف ابني نموذج، انا ارسم خريطه تدفق عشان اساعد منه. تقول طيب ما اعرفش ارسم خريطه تدفق، اقول ارجع شرحنا رسم خريطه تدفق شرحناه، ارجع له ارجع ايضا لرسم خرائط سير الاجراءات. لماذا؟ لان هذه اللغه المشتركه بيننا وبين التقنيه، ترى على فكره التقنيه يعرف يدرس خرائط التدفق، يدرسها ليش؟ لان من خلال ندرس نحن من بناء النماذج. ايضا النموذج اداه تفكير تصويريه، تساعد على تصور ماذا سيحصل، النموذج عاده يساعدنا في تشخيص النظام، النموذج يبسطنا المعقد. طيب تعالوا نشوف كيف يبنى نموذج، تعالوا نشوف كذا النماذج هذه كيف، انا ببسط الموضوع لكم بطريقه معينه، تعالوا نشوف مثلا عندنا هذه مصفوفه نختبر بها النماذج، يعني انت الان اللي يهمني بالنسبه لك انت الان كقائد اداري تستخدم هذه المصفوفه حتى تعرف هذا النموذج اللي تم اللي بنيناه الان، نموذج صحيح ام خطا؟ يعني احد الموظفين عندك مش سال قبل شويه الدكتور قال ما هو دور متخذ القرار؟ دور متخذ القرار ان يتاكد ان النماذج اللي انصنعت اللي صنعها صانع القرار صحيحه ام غير صحيحه؟ لذلك ايها الاحبه عندنا مصفوفه، خلينا نقول كالتالي، انا الان ايها الاحبه اذا تدربت على النماذج تاتي مرحله اختبار النماذج، هذه مرحله تستخدم مجموعه من المعايير عشان نقيس اداء النموذج ونشرحه. خلينا ناخذ مثال، في عندنا ايها الاحبه احنا الان نبيع، احنا الان بياعين ونبيع بيع الكتروني. عندنا الشيء التالي، سوينا عندنا 20 فاكهه، هذه 20 فاكهه منها 10 برتقال و10 تفاح. وتعرف بشكل صحيح 6 برتقالات او 6 تفاحات. الان نبغى نعرف في النظام الالكتروني كيف نجريها؟
عندنا بنحط مصفوفة، هذه مصفوفة بالشكل التالي، في عندي الآن احتمال إن عندي الآن 4 زائد 8 أو 6 زائد 2، أنا أقول عندي 4 عندي 8 ممكن أقول 4 زائد 8 كم عندي برتقال كم عندي تفاح، أبغى النظام يحسب لي. فعندي احتمال إيجابي صحيح إن عندي برتقال برتقال أو عندي تفاح، احتمال سلبي كاذب أو احتمال إيجابي كاذب أو احتمال سلبي حقيقي. عادة يتم عملية دراسة النماذج ومعرفتها من خلال احتمالات، هذه الاحتمالات تتم دراستها بالطريقة التالية، يا ترى كم عندي احتمال كاذب كم عندي احتمال صادق، وأدرس الآن عندي الاحتمالات التنبؤية. هذا النموذج نستخدمه نتأكد أن النموذج اللي بنيناه في النظام الإلكتروني كان نموذجا صحيح، بحيث لما تتم عملية اتخاذ القرار يتم اتخاذ القرار بناء على خوارزمية مصفوفة اختيار النماذج الصحيحة من اختيار النماذج الخاطئة. طبعا أنا بسطته بشكل سريع، للعودة لهذا المجال ارجعوا لكتاب الإدارة والأعمال، كتاب الإدارة والأعمال لهادي العامري، وضعته لكم من ضمن المراجع لصالح العامري، وضعته من ضمن المراجع، ارجعوا له يوضح لك كيفية بناء النماذج. طيب تعالوا بينا نتكلم عن شيء غريب شوي كده، احنا خلصنا جزء كبير ونروح للجزء الثاني، الان راح نروح لجزء اخر مختلف شويه عن كيف نفكر في اتخاذ القرار. بس قبلها خلني اسالكم سؤال، حتى الان ماذا استفدنا؟ احنا كده خلصنا موضوع القرار والتقنيه، خلني ارجع معاكم اسال سؤال، ماذا استفدنا حتى الان؟ مين يا دكتور؟ في السلام عليكم. السلام دكتور، دائما لما تشتري برنامج بيعطوك السوفت وير لكن مستحيل يعطيك البرنامج نفسه، يقول لك هذا اسرار. لا السورس ما بغاش السورس، انا ابغى الكتيبات. السورس ما يعطوك اياه يعني. اللي هو اللي انا مفتوح البرنامج مفتوح، هذا حسب اتفاقيه انت وياهم، انت تتفق انك تاخذه او ما تاخذه، بس اهم شيء بالنسبه لي لازم اخذ الكتيبات، كتيبات اللي تشرح كل نموذج كيف بني كيف استخدمه. والله انا لاحظت في الغالب ما يعطوك، يقول لك هذه اسرارنا وهذه. لا الان فرق، انا ما ابغى النموذج، ما ابغاش الشيء مفتوح، ما ابغى المفتوح، انا ابغى هذا النموذج كيف ينشرح، اشرح للموظفين كيف، لازم ادله، هذه نسميها ادله العمل للنظام، هذا من حقه اي منظمه تعطيه، اذا ما عندوش اعرف انه عدده مبتدئ مش شغال. تمام طيب يلا أوكي. تعالوا بينا الان نروح نتكلم عن شيء مختلف، كيف نتكلم عن علم المنطق؟ نبغى نتكلم أيها الأحبة عن علم المنطق. إيش يعني علم المنطق؟ ما هو علم المنطق؟ علم المنطق مهم جدا بالنسبة لنا أيها الأحبة في التفكير. القائد يجب أن يعرف الحد الأدنى من علم المنطق، لأن علم المنطق بيساعد عندنا القائد أن يعرف كيف يستطيع اتخاذ القرار. وبالتالي ما هو علم المنطق؟ علم المنطق هو عبارة عن علم سيال، هذا العلم يدخل في كل العلوم، وهو علم ساعد كثيرا العلماء المسلمين في عملية تحسين. علم المنطق أيها الأحبة هو علم أيها الأحبة يركز بشكل كبير جدا عن عملية الإدراك. كحقائق علمية عن علم المنطق، علم المنطق هو علم يبحث في مسائل التعريف، كيف تعرف شيئا ما، كيف تراعي الذهن وكيف تفكر بطريقة منطقية، كيف تتصور الأمور وتصدقها. فعلم المنطق باختصار هو ليس فلسفة، كثير من الإخوة يفهمون علم المنطق معناه الفلسفة، لا، علم المنطق معناه هو طريقة التفكير المنطقية، كيف أفكر بطريقة منطقية عند اتخاذ القرار. فهو نقدر نعرفه بأنه آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. يعني أنت الآن لما تفكر كيف لا تزل عندما تفكر، لما تتخذ قرار كيف تفكر بطريقة منطقية. علم المنطق أيها الأحبة من فوائد علم المنطق ودراسته أنه يساعدنا في الاحتراز من الوقوع في الخطأ في التفكير، يضبط عندنا الألفاظ والدقة في الدلالات، يبين لنا مخالطات عملية وعلمية ومنهجية، يساعدنا على بناء ملكة الفهم الدقيق والتفكير السليم، يربي المتعلم أن يكون عنده ملكة النقد للأفكار، أيضا يعطي صاحبه القدرة على إقامة الحجج والبراهين والدفاع عن الأفكار. ولذلك متخذ القرار يجب أن يكون عنده الحد الأدنى من علم المنطق. علم المنطق أيها الأحبة يقسم العلم إلى نوعين. في علم المنطق تقسم العلوم إلى نوعين، علم حصولي وهو العلم الذي نحصل عليه من خلال البحث والتحري، وعلم حضوري هو العلم الذي أحصل عليه من خلال الحدس والإلهام. تذكروا العلم في علم المنطق يقسم إلى جزئين، علم حصولي يحصل عليه من خلال البحث العلمي، العلم الحصولي ما يحصل عليه من خلال البحث العلمي. العلم الآخر علم حضوري وهو ما يحصل عليه من خلال الحدس والإلهام أو الوحي. لذلك لا يوجد ولا جامعة من جامعاتنا تدرس العلوم الحضورية،
هذه العلوم الحضورية ما لها؟ لا تدرس في الجامعات. لماذا لا تدرس؟ لأنها علوم تحدث من خلال مصادر، أما إلهام أو حدس أو من خلال وحي خارجي، وبالتالي إحنا ما عندناش في البحث العلمي هذه. ولكن إذا وجدت شخصا ما يتحدث عن علم الطاقة أو علم أننا كوان، هذا معناه يتحدث عن علوم حضورية، حدس وإلهام، هذه لا تدرس في الجامعة، ما تدرس أبدا. كل علوم تدرس العلوم الحصولية. العلوم الحصولية ما هي؟ هي العلوم التي يتحقق من خلال البحث العلمي. إذن لما سألني الآن الأخ يعني قبل شوي، لما سألني الدكتور قال لي عن علم الإدارة، قلت له لا يمكن يكون عندنا علم الإدارة ليس فيه بحث علمي، لأنه أصلاً العلم معناه علم حصولي، والعلم الحصولي منذ أيام أرسطو هي العلوم اللي تحصل عليها من خلال عملية البحث العلمي. طيب تعال بنا الآن نقول كالتالي، هذه العلوم اللي نحصل عليها من خلال البحث العلمي، تقول لي طيب معناها لحظة دراسات القرآن ودراسات الحديث ودي مالها؟ أيوة، دراسات القرآن والحديث، مش إنك تجيب آية، أنت تدرس الآية وتفسر الآية، مش إنك تجيب آية. ما فيش عندنا ولا تخصص في العالم إنك تجيب آية تبني آية، ولا تجيب حديث جديد، هذا ما هو صحيح. أنت تدرس حديث موجود، تخرج الحديث صحيحه، هذا دورك، لكن أنت مش توجد حديث جديد. ولذلك الحضورية معناها أما وحي أو مصدر إلهام خارج. طيب تعالوا بنا نقول الآن، إذا على هذا الأساس مباحث العلم عندنا سيكون بالشكل التالي. عندنا أهم شيء في علم المنطق أن يكون عندك تصورات، كيف تتصور الشيء، كيف تستطيع أن تجعل هذا الأمر واقعي منطقي، تصديقات، كيف تستدل عليه. ولذلك سنتكلم بعد قليل عن عملية الاستدلال. عادة أيها الأحبة في علم المنطق الشيء الأساسي هو كيف تستطيع أن تفكر بمنطقية. تذكر علم المنطق باختصار هو مرحلة رقم 3، كيف تترجم وتفسر الأمور وتتخذ قرارك بطريقة منطقية. هذا علم المنطق، هو أنك لما تدخل لك مجموعة مثيرات كيف أستطيع أساعدك أن تعالج تفكيرك كقائد، بحيث تستطيع استخدام تفكيرك بطريقة منطقية لترجمة ما يحصل حتى تتخذ القرار المنطقي. لهذا الأمر أيها الأحبة، علم المنطق يقوم على أمرين، التصورات والتصديقات. التصورات معناه أنا كيف أتصور المسألة، أنا قائد يعرض علي موضوع ما، طيب كيف تصورتها؟ احضر أن تكون اتخذت قراراتك اللي تصديقاتك حكمك اتخذتها بناء على تصورات خاطئة. ولذلك علماء المسلمين ماذا يقولون؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني بمعنى أنت كقائد لما تتخذ القرار لازم تدرك أن اتخاذك القرار هو فكرة عن مدى التصور اللي كان عندك موجود. لهذا الأمر أيها الأحبة، عندنا أمرين في أي قرار سنتخذه. أي قرار نحن سنتخذه له بعدين. البعد الأول تصورات، ماذا أنا تصورت عن الموضوع؟ جو قالوا لي عبد الله غائب، أنا عندي تصور أن عبد الله هذا موظف جدا ممتاز ولن يغيب إلا إذا كان في شيء طارئ، فقد يكون عنده ظرف صحي طارئ أو قد يكون مكلف بمهمة بس هذا الشخص ما يعرف. إذا تصورات. وقد يقول لا عندي تصور ليش غائب، يا والله عبد الله هذا دائما يتأخر. ليش أخر؟ اكتب له الآن، اكتب له الآن بسرعة، اكتب له نقل، نقوله تأديبيا. ليش تصوراتك خاطئة. إذا عندك تصورات ثم تأتي تصديقات. التصورات تنقسم إلى نوعين، تصور بديهي وهو عبارة عن معرفتك أنت البديهية، خبراتك السابقة، وتصور نظري من خلال تصورك للموقف عقليا وتأملك فيه. والتصديقات، تصديقات أيضا نوعين، تصديق بديهي من خلال نموذج يشرح لك الفكرة، وتصديق نظري من خلال أنك أنت الآن تكون بعملية تطبيقك وتأملك فيه تفكيريا. إذا أي قرار سنعمله سيكون له بعدين. على هذا الأساس أيها الأحبة، عندنا ضربين في اتخاذ القرار. في قرار سنأخذه في علم المنطق مكون لجزئين، تصوراتك وتصديقاتك. قد تكون تصوراتك خاطئة، فتصديقاتك ما معناه الحكم على الشيء، والتصور تخيلك للشيء. طيب معنى ذلك أني أنا الآن في أي أمر سأقوم به يجب أن أركز على مقدار صحة تصديقاتي ومقدار صحة تصوراتي. لو كانت تصديقاتي عن الشيء خاطئة معناها تصديقاتي عن الشيء مالها خاطئة. طيب تعالوا بنا حط هذا الكلام كله على شكل ماذا؟ على مثال. احنا يوميا نتخذ قرارات في أعمالنا الإدارية وفي تفاعلاتنا وفي كل ما نقوم به. هذه القرارات اللي نستخدمها أيها الأحبة تعتمد على طريقتين في التفكير. احنا عندنا طريقتين، انت كقائد تستخدم طريقتين في التفكير. علم المنطق يدرس هذه الطريقتين، التفكير الاستنباطي وهي ان انا الان اخذ معلومة، هو الاستدلال على المعلومات من خلال عملية الاستنتاج. انا اخذ معلومة واقوم بالاستنتاج منها. عبد الله غائب، استنتج منه ماذا؟ عبد الله ما يحترم النظام،
طيب الاستقراء لا، عبد الله غائب اسال لماذا عبد الله غائب؟ البعره تدل على البعير والخطوه تدل على المسير، فانا اسوي استقراء. اذا لاحظوا معي عمليه الاستنباط، عندنا عمليتين في التفكير. عمليه الاستنباط اني انا ابدا من مفهوم العام وابدا بعد ذلك اقوم بعمليه تفريع منه، اما التفكير الاستقرائي لا، انا ابدا من الواقعه وابدا اقود هذا نحو من؟ نحو تفكيري. على هذا الاساس لدينا طريقتين في عمليه التفكير، اما تفكير استنباطي او تفكير استقرائي، وستؤثر كلا الثنتين ستؤثر عندنا على القائد. طيب تعال معنا نقول كيف القائد يتخذ قراره. عندي الان العلم، ما هو العلم؟ العلم هو عكس الجهل بالشيء. القائد يتخذ قراره بناء على علم، معلومه لازم تكون عنده، مش قلنا تاكديه؟ اذا لابد القائد يكون عنده متاكد تماما من قراراته بشكل صحيح. وبناء على ذلك فان القائد ايها الاحبه سيقوم بالتصورات والتصديقات. التصورات ماذا؟ يسال سؤال، ماذا سافعل في هذا الموضوع؟ والتصور النظري، لماذا افعل هذا الامر؟ والتصديق، كيف سافعل هذا الامر؟ وعندي التصور النظري عندي الان، هل افعله باستمرار وبشكل مستمر؟ كل ما استطعت ان اسال نفسي في اي مشكله هذه الاسئله بحيث استطيع ان انقل قراري من تصورات الى تصديقات، فانا استخدم الاطار المنطقي في عمليه التفكير. الاطار المنطقي معناه اني انا قراري لما اتخذته بناء على تصورات ثم تصديقات، وليس فقط على تصديقات احكم على الناس بالظن، انما انا احكم من خلال تصورات. لما حصل شيئا ما، اعطوني مشكله ما، قالوا عندي عبد الله متاخر، سال السؤال ماذا حصل؟ ماذا فعل؟ لماذا فعل؟ كيف افعل؟ هل افعله باستمرار؟ هذه الاسئله تجعلني افكر بطريقه منطقيه. اذا القائد يجب ان يفكر بطريقه منطقيه عند اتخاذ ماذا؟ قرارات. هذا امر مهم جدا في علم المنطق. طيب على هذا الاساس ايها الاحبه، علم المنطق سيقسم لنا القرار الى نوعين. اما معرفه تصوريه، تتخذ قرارك بناء على معارفك التصوريه، على ظنك، على ظن، او معارف تصديقيه، احكام. التصديق هنا معناه الحكم على الشيء. فانت اما تتخذ قراراتك بناء على معرفه تصوريه او معرفه من تصديقيه. وما اكثر مشاكلنا في العمل الاداري ان القائد اتخذ قراراته فقط على معرفه ماذا؟ تصديقيه. حكم على الناس بدون ما يجمع معلومات، بدون ما يستوعب، بدون ما يجمع خبرات، فبالتالي هو حكم على الناس بجهالة، بظن، لم يحكم على الناس بمنطق. ولذلك أحبتي الكرام تذكروا، أنت كقائد الآن فكر دائما، وضعت لك هذا النموذج حتى تفكر بطريقة منطقية. دائما تذكر أنت كقائد لما يجي أي موقف، لا تحكم على تجربتك الشخصية، لا تحكم على تحيزك الشخصي، لا تحكم على معرفتك العامة على طول مباشرة، لا. هذه المعرفة العامة عندك مفاهيم فردية، عندك مبادئ، عندك نظريات، هذه تصنع خبرتك الشخصية. لا تعتمد كقائد فقط على خبرتك الشخصية، لا. أنت كقائد دائما ادرس، استخدم النموذج العلمي لحل المشكلات. أول ما تعرض عليك أي تحدي أو مشكلة، اسأل نفسك سؤال، ما المشكلة؟ ليش حصل؟ حدد المشكلة، حدد أسبابها، حدد معاييرها. بعد ذلك حدد مفاهيم عملية، حدد مبادئ. بعد ذلك قم بعملية معرفة الآن الشيء بطريقة محكمة حتى تفكر بطريقة منطقية محكمة. ولذلك أحبتي الكرام، كثيرا ما نجد أن كثير من القرارات اللي تطلع عندنا هي قرارات حصلت بصراحة بعدم جهالة، نقدر نقول عنها بجهالة في اتخاذ القرار. كيف تحصل؟ مراتب الإدراك. عندنا سلم، هذا السلم معي أخطأ، هذا السلم نسميه سلم مدارك الإدراك. البعض مننا فكروا في مدارك الإدراك، عندنا 8 طرق نتخذ بها القرار. النوع الأول قرار العلم اليقين، أنا أتخذ قراري بناء على شيء لدي فيه دليل، أنا عندي فيه علم. العلم معناه أني لما أتخذ قرار، أتخذ قرار بيقين وعندي دليل. أنا عندي شاهد، هذا الرجل غاب وتأخر، ما سألت استفسرت، عندي يقين. النوع الثاني لا، أنا أتخذ قراري بناء على اعتقاد، هذا أنا اعتقدت نفسيا بس ما عندي دليل، ما عندي دليل، هذه إشكالية. إذا هل عندك دليل؟ ما عنديش دليل، بس أنا أعتقد أنه هو ما يحترمك. أيضا عندنا الظن، الظن معناه عندي نسبة من 51 ل 99% أنا أتوقع أني قراري صحيح، بس أنا ما عندي بيانات. عندنا الشك، أنا أشك بنسبة 50% أن قراري صحيح أو خطأ. عندنا نسبة الوهم، أنا متوهم قراري بنسبة كبيرة جدا قد يكون وهم. أو عندي جهل بسيط، أني أنا ما أنا عارف شيء بس اتخذت قرار خلاص. ليش؟ عشان ما يقولوا القائد ما اتخذش قرار. وقد يحصل عندنا الجهل المركب، اني انا ما اعرف شيء عن الموضوع واتخذت فيه قرار، وبالتالي هذا جهل مركب. وقد يحصل عندنا جهل تنظيمي، جهل منظم، انا اتخذت قرار وخاطئ وابدا اقنع الناس به وابدا انشره والزم الناس به، هو قرار خاطئ.
خاطئ، هذا قرار خاطئ، هذا قرار مبني على جهل معروف منظم. إذن هذا ما يقول علم المنطق في عملية اتخاذ القرار. لما تتخذ قرار كيف تتخذ قرار بطريقة منطقية؟ سؤالي لكم، ماذا استفدنا أيها الأحبة من عملية القرار المنطقي؟ تفضلوا شاركونا، أسمع منكم، ماذا استفدت من علم المنطق في اتخاذ القرار؟ لا بد أن تبنى القرارات على استدلالات وعلى يقين تام، ولا تكون على أهواء أو رسائل غير واضحة. يا السلام عليك، يا السلام. ولذلك أحبتي الكرام، ظهر مع علم المنطق ظهر شيء نسميه سلم الاستدلال. ما هو سلم الاستدلال؟ سلم الاستدلال هو أحد الطرق التي ظهرت من أجل مساعدتنا على عملية التفكير بمنطقية عند اتخاذ القرار. واضع هذا السلم هو كريس إجريس، هذا الرجل ولد 16 يوليو، هذا الرجل أمريكي من أصل يوناني، هذا الرجل أستاذ علم الإدارة في كلية هارفارد لأعمال، شغل منصب قائد فكر، هذا الرجل هدفه الأساسي ساعد القائد على اتخاذ القرار بمنطقية. هذا السلم سميه سلم الاستدلال، مبني على علم المنطق، سيساعد القائد كيف يتخذ قراره بطريقة ثاقبة، كيف يفكر بطريقة منطقية. أنت كقائد كيف تستطيع اتخاذ قرارك؟ كريس أرجلس يرى أن عملية اتخاذ القرار يمر بسبع مراحل. مرحلة الأولى مرحلة عندنا الملاحظة، أن تلاحظ ما الذي تم، تلاحظ ماذا حصل. ثم بعد ذلك عندنا مرحلة الانتقاء، أن تنتقي مجموعة متغيرات من الموضوع عشان تركز عليها. ثم بعد ذلك المعنى، ما الذي كون هذا معنى بالنسبة لك. أنا من نقول تصورات عند من؟ عند أرسطو المنطق. ثم بعد ذلك عندنا الافتراضات، ما الافتراض الذي أنت وضعته. ثم بعد ذلك الاستنتاجات، ما الاستنتاج الذي أنت استنتجته حول هذا الأمر. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الاعتقادات، ما الاعتقاد الذي رسخ عندك حول هذه الممارسة. ثم بعد ذلك الفعل، ما هو القرار اللي أنت الآن راح تتخذه تجاه هذا الأمر. إذن عندنا درجات في عملية اتخاذ القرار حسب كلام كريس أرجيس اللي هو سلم الاستدلال. سلم الاستدلال أيها الأحبة هو عبارة عن طريقة دائما نفكر فيها لما يجيك أي قرار في حياتك أو أنت الآن متخذ قرار. فكر في الشيء التالي، فكر أولا المرحلة الأولى، ما المعلومات، ما التجارب اللي تم ملاحظتها. أنا كقائد إيش المعلومات اللي عندي متوفرة؟ كل ما كان عندك معلومات أكثر كل ما استطعت أن تتخذ قرارك بشكل أفضل. ولذلك وضعت المعلومات والتجارب أين وضعت؟ وضعت في قاعدة السلم عشان تقول لك دائما تذكر لا تتخذ قرارك على معلومات بسيطة، خذ راحتك، اجمع معلومات، اجمع بياناتك، توثق. ثم بناء هذه المعلومات يا ترى ما المعلومات اللي انت انتقيتها انت من خلال قبعة التفكير البيضاء؟ ماذا انتقيتها من معلومات، من هذه المعلومات اللي جمعتها؟ الشيء اللي انتقيته وركزت عليه، ما الذي انت تركز عليه الان وترى ان هذا الموضوع هو الاصل، عندك فيه شاهد، عندك فيه دليل، ليس ما الذي انت تفضله بتحيز عاطفي بل بطريقه منطقيه بالقبعه البيضاء. ثم بعدين بناء على ذلك ما المعنى، ما التفسير، هذا ماذا كون لديك من معنى. المعاني دائما تفصل حسب المعلومات المنتقاه، من المهم ما تراه لكن الاهم انت كيف تفسره. ثم ياتي بعد ذلك عندنا مرحله، ما الفرضيه، ماذا وضعت من فرضيه، ما السبب الذي ادى لوجود النتيجه، ما السبب الذي ادى لوجود النتيجه. ثم بعد ذلك عندنا الان ما هي الاستنتاجات، ما الاحكام العاطفيه والشخصيه التي انت تحكم بها. ثم بعد ذلك عندنا الان يا ترى ما المبادئ، ما الاعتقادات اللي تبلورت عندك حتى جعلت تتخذ هذا القرار. ثم بعد ذلك عندنا الان مرحله، ما الافعال، ما الاجراءات الناتجه اللي انت ستتخذ قرارات بناء عليها. اذا قبل ان اتخذ قرار المفروض أني أنا كقائد إداري أفكر في سبعة مواقف سأفكر فيها. على هذا الأساس أيها الأحبة بناء على كذا سأتأمل في قراري. عادة بعد ما أتخذ قرارات علي أن أسوي دورة اسمها دورة التأمل، أفكر على هذا الأمر، أشوف قراراتي اللي اتخذتها من البداية هل كانت قرارات صحيحة أم لا، هل أنا فعلا قراري هذا كان مناسب أم لا. تعالوا بنا نشوف الآن هذه المراحل السبعة. أول مرحلة عندنا مرحلة الملاحظة، هذه الخطوة نراقب فيها العالم، نجمع فيها البيانات المعلومات والحقائق، نراقب العالم من حولنا. ثم نقوم بعملية الآن انتقاء مجموعة من الأشياء من الواقع، فرضيات، نصف البيانات. طبعا كل ما كنت واعي، لديك وعي عالي لأن تنتقي الشيء الصحيح كل ما كان أفضل. ثم بعد ذلك عندنا مرحلة المعنى، إيش كونت هذه عندك من خبرة، إيش كونت هذه عندك من تجربة هذا المعنى. بعد ذلك عندنا الافتراضات، أبني افتراضاتي ثم أضع استنتاجات، ماذا أستنتج بفرضية عندي، ماذا يؤدي إلى ماذا، سبب ونتيجة. ثم اعتقاداتي، ماذا أعتقد هذا الأمر، ثم الفعل، ما القرار سأتخذه لاتخاذ القرار. هذه نسميها السبع خطوات لسلم الاستدلال من أجل أن أقوم بعملية اتخاذ قراري. على هذا الأساس أيها الأحبة
سلم الاستدلال معنى ذلك هو أن تقوم بعملية الاستدلال، إنه فعلك كقائد لا يصير فعل أهواج متسرع سريع جدا، فكر في الأمور وزنها قبل أن تتخذ قرارك، فأنت قائد وقرارك قد يؤثر على كل منظمة، قرارك قد يكون مصيري لمنظمة، قرارك قد يؤدي لانهيار منظمة أو فصل شخص أو تدمير حياة شخص، وبالتالي يجب أن تعرف قرارك كيف سيؤثر على الآخرين. فكر دائما، لاحظ الحقائق، اجمع وصف الأمور قبل أن تتخذ قراراتك. من هذا الأمر أيها الأحبة، سلم الاستدلال يعتمد بشكل كبير جدا على التغذية الراجعة. عندنا حلقة نسميها حلقة الانعكاسية، لما تتخذ قرار دائما اسأل نفسك سؤال، هل هذا كان القرار الأفضل؟ هل هذا كان أرشد قرار؟ هل هذا كان القرار السليم والمناسب لي أستمر فيه؟ هذا الأساس أيها الأحبة. في قراراتنا إحنا لما نتخذ قرارات علينا أن نفكر دائما كيف تؤثر معتقداتنا الشخصية تحيزاتنا. أنا ما أحب الدكتور عبد الله، ليش؟ مش من منطقتي، مش من قبيلتي، ما راح احطه مدير. هذا مو صحيح، عبد الله هذا احسن واحد، هذا افضل واحد ممكن يدير الاداره، ليش شلته؟ ليش انت اعتقاداتك وتحيزاتك الشخصيه اللي اتخذت عليها القرارات؟ لا، هذا الدكتور عبد الله ما تعرفه، هذا من زمان حصل بينه وبينه مشكله، تلقاه هو متغرض لي. اليوم اكيد لما راح عند المدير وقال هذا الكلام عشان عنده شيء، هذه اعتقاداتك انت اتخذت قرارات بناء على تحيزاتك الشخصيه، لذلك يجب ان تصفي دائما اعتقاداتك. هذا الاساس. لاحظوا معي الان، احنا يجب ان نفكر قبل ما نتخذ قرار. كيف نفكر؟ اولا نختبر ملاحظاتنا، نراقب الواقع، ننزل الميدان. لا تتخذ قرار بدون ما تجمع بيانات كافيه، حدد البيانات، اشعر بان هذه البيانات فعلا ذات صله، تجاهل البيانات الغير ضروريه، بعد ذلك قم بعمليه توضيح المعنى، فسر معنى واسال سؤال ما المعنى. ارجو ان تنتبهوا، لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم الا يسمع اسمع 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 لما قصه حاطب بن ابي بلتعه، لما حاطب بن ابي بلتعه كتب رساله الى كفار قريش يخبرهم بانه الرسول صلى الله عليه وسلم خارج لهم، وضعت هذه الرساله مع مراه، هذه المراه وضعت الورقه في جذيلتها. لما احضروا حاطب للرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر لحاطب اذن لي يا رسول الله ان اضرب عنقه، لقد نافق حاطب، هكذا يقول عمر للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب لعمر يقول له وما أدراك يا عمر، لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم. أول ما أحضروا حاطب ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاطب بن بلتعة قال له ما حملك على ذلك يا حاطب؟ يعني لاحظوا أول سؤال جمع معلومات، يلا أعطيني معلومات إيش اللي حصل. فقال حاطب والله ما نافقت قط يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما أردت أن يكون لي عندهم صنعة، يعني أنا رجل بسيط عقلي قادني. شوف ماذا انتقى الرجل، انتقى عقله بسيط، رجل حاطب بن بلتعة من أفقر الناس في المدينة، أفقر الناس في مكة. هذا حاطب أراد أنه إيش ينقال، عرف أنه خلاص مكة ستفتح والجيش جدا كبير وما شاء الله ناجحين، فقال بس لعلهم يسلمون، يصلهم رسالة يقوم يسلمون، فينقال أنهم أسلموا في رسالة حاطب. فأذكر في التاريخ خير انتقاء المعلومة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما صف البيانات وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أعطت من معنى بهذا الأمر أيها الأحبة، افترض الرسول صلى الله عليه وسلم صحة إيمان حاطب، صحة معتقد حاطب. ولذلك حاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصر، إلى المقوقس، حاطب بن بلتعة خير. ولذلك أحبتي الكرام، أن أتخذ قرار بناء على من؟ على طريقة منطقية. هنا أيها الأحبة، إذا القائد عليه أن يلاحظ، عليه أن ينتقي، عليه أن يحدد المعنى، أن يضع افتراضاته، أن يحدد استنتاجات، أن يضع الاعتقادات، أن يوضح الأفعال قبل أن يتخذ قراره. بناء على هذا الأمر أيها الأحبة، إن القائد الجيد هو القائد الذي لا يتخذ القرار بتعجل، بل يراقب البيانات، يراقب الخبرة، يقوم بعملية اختيار البيانات، يضع القصة اللي أمامه مروية حتى يستطيع يسمعها بشكل كامل، يقيم الافتراضات بشكل كامل، يلخص ويستنتج القرارات، يبني معتقداته على العالم، يتخذ القرارات بروية قبل أن يتخذ قرارات كردة فعل. القائد أيها الأحبة دائما سيركز على الشيء التالي، قبل أن تتخذ قرارك اسأل نفسك سؤال، هل أنا فعلا قراراتي بناء على ملاحظات واقعية؟ هل اخترت فعلا ملاحظات صحيحة؟ هل فعلا هذه المعاني هي المعاني التي موجودة في الواقع ولا ما أريد أن أراه؟ لأنه أحيانا البطالة تخليك تشوف شيء أنت مش الواقع، بطالة تخليك تشوفه. أيضا هل اخترت الافتراضات الصحيحة؟ هل استشعرت فعلا هذا الأمر؟ هذا كله يجب أن يكون موجود لدينا عندما نفكر. إذا أنا كقائد لابد أن يكون عندي القدرة على عملية التفكير المنطقي عند اتخاذ القرار. وبالتالي أيها الأحبة، من أسفل إلى أعلى فكر، ما الخبرات والملاحظات في الواقع؟ ما التصفية الموجودة عندنا؟ كيف صفيت الواقع؟ ما المعنى والتفسير اللي وضعتها؟ ما الافتراضات اللي وضعتها؟ ما الاستنتاجات اللي حطيتها؟ ما المعتقدات؟ ما هي الإجراءات؟
ايضا اخي الكريم فكر الشيء التالي، احنا لما جينا استخدمنا هذا السلم، هدفنا في السلم الشيء التالي، اولا التفكير في التفكير، انك قبل ما تتخذ قرارك ان تفكر في قرارك، التأييد ان يكون عندك دائما لقرارك شواهد، ما تكونش قراراتك متعجله، التفسير ان يكون قراراتك مدعومه بتفسير منطقي حقيقي، انت تكون راعته في علم المنطق. ايضا ايها الاحبه في سلم الاستدلال انت دائما يجب ان تقوم بالشيء التالي، ان تلاحظ قرارك قبل ان تلاحظ المشكله، تقول انا قراراتي بناء على ملاحظه، ان تنتقي فعلا ما يراد اتخاذ القرار عليه، ان توضح المعاني لماذا قمت باتخاذ القرار عليها، ان توضح الافتراضات لماذا افترضت هذا الافتراض، ان تستنتج بشكل صحيح، توضح اعتقاداتك، ان توضح افعالك بشكل صحيح. كل ما كان عندك قدره ان تفكر بطريقه منطقيه كل ما نجح. ولذلك اسال نفسك سؤال دائما، لماذا الناس يتعجلون في اتخاذ القرار؟ الناس يتعجلون لأنهم لاحظوا ملاحظات خاطئة، أو أنهم انتقوا بشكل خاطئ أو معنى خاطئ. سؤال، هل سألت نفسك سؤال قبل أن تتخذ قرار، يا ترى ما هي البيانات والخبرات التي يمكن ملاحظتها وتلقيها؟ ما الذي سترى إذا شاهدت مقطع فيديو لسيناريو وحدث؟ ما هي البيانات التي اخترت انتقائها وتركيز عليها؟ ما المعاني اللي أضفتها للتجربة؟ أيضا ما الافتراضات اللي أضفتها؟ ما الاستنتاجات التي استخلصتها؟ ما الاعتقادات؟ هل ركزت على هذا الأمر؟ هل جمعت فعلا بياناتك بروية قبل أن تتخذ قرار مستعجل؟ أيها الأحبة دائما ذكر الشيء التالي، دائما لا تتخذ قرارك قبل أن تجلس كذا بروية وتبدأ تسأل نفسك سؤال، ما المعلومات اللي عندي؟ ما المعلومات المنتقاة؟ ما التفسير؟ ما الأفعال؟ ما الاعتقادات؟ ما الاستنتاجات اللي عندي؟ ما الفرضيات؟ عشان لما أنا أتخذ قرار أكون أنا شاعراً بأن هذا القرار مرضي عندي، حط راسي على المخدة وأنا طيب. هذا معناه أيها الأحبة أهمية هذا السلم، سلم الاستدلال. سلم الاستدلال يساهم في تحسين عمليات التواصل، يساهم في تحسين الوصول لحالة التوافق، أيضاً وجود احتمالات كلها وبحثها، يساهمنا في التعلم، يساهمنا في الوصول إلى نظر الموقف دائماً من أكثر من زاوية، يساعدنا في مقاومة أيضاً الأفكار الغير صحيحة، يساعدنا في معرفة الافتراضات، يساهمنا في تحسين العملية، يساعدنا في الانفتاح على الثقافات الأخرى، يساعدني أسمع الآخرين، يساعدني لما أتخذ قرار أعرف أن قراري تم بإذن الله سبحانه وتعالى بطريقة منطقية في منطق. ولذلك أحبتي الكرام سؤال، في خوارزمية اتخاذ القرار إحنا نبغاك تتذكر الشيء التالي دائما، عادة إحنا نتخذ قراراتنا بطريقة مخزنة عندنا ردات فعل، طريقة خوارزمية، أنا أتخذ قراري بالطريقة اللي أنا تربيت عليها أو الطريقة اللي تعودتها أو الطريقة اللي أبغاها، هذا ما ينفع في علم الإدارة. أنت في علم الإدارة يجب أن تكون عندك نوع من الروية، نوع من الهدوء، نوع من العمل. لاحظ معايا شعرة معاوية بن سفيان، أرجو أن تقرأوا عن قصصه رضي الله عنه وكيف كان حلمه. لاحظوا علي بن أبي طالب وكيف كان قدرته على معالجة الأمور. هذه الحكمة العالية تعني أني ما أفكر بطريقة خوارزمية، أنا أفكر بطريقة أيها الأحبة منظمة، طريقة أني أفكر بطريقة فيها نوع من التنظيم والتأطير. على هذا الأساس أيها الأحبة عادة عقولنا يكون عندها القدرة على عملية الاستدلال، قد نستدل بطريقة صحيحة وقد نستدل بطريقة خاطئة. أنت تذكر دائما أن قراراتك هذا ما الله سبحانه وتعالى أرشدك له، لكن أنت دورك يجب أن تبحث أسباب، أن تبحث أفضل خيار وأفضل دليل. ولذلك أحبتي الكرام لما وضع سلم الاستدلال، سموه سلم الاستدلال ورسم على شكل سلم، ليش؟ عشان يوضح لك أمرين خطيرة جدا في اتخاذ القرار، أمرين خطيرة في اتخاذ القرار. أولا السلم إذا ما ثبتش على الأرضية بشكل صحيح، السلم لو كان مش ثابت على الأرضية بشكل صحيح، مش أرضية صلبة، أنت راح تطيح. نفس الشيء إذا قرارك لم يكن مبني على معلومات ثابتة ومؤصلة فقرارك سيكون خاطئ. الأمر الثاني، السلم يعتبر أداة مفيدة تسمح لك للتسلق من أعلى إلى أسفل. أيضا السلم القرار نفس الشيء، القرار يساعدك لتحقيق نجاحات، ولذلك رسم على شكل سلم ليوضح لك هذه الفكرة. إذا هي فكرة رمزية من أجل وضح لنا أهمية السلم. عادة المعنى الأساسي عندنا نقول لك قبل ما تتخذ قرار اسمع نبرة الصوت، اسمع ملاحظة لغة الجسد، التأمل في الثقافة، تعرف على التوقعات، شوف إيش الأمور الإضافية، لأنك أنت أحيانا تتخذ قرارك وأنت منفعل، تتخذ قرارك وأنت زعلان، وذلك قرارات تكون سريعة، قرارات تكون أنت ردة فعل، فلان رفع صوته أنت ردة فعل. جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ جبد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني من الزكاة. وبالتالي لاحظوا معي يا أحبتي الكرام، لا تكون ردة فعل للآخرين، دائما يكون عندك سلم الاستدلال يرشدنا إلى فهم الطريقة اللي نفكر فيها، ويرشدنا أيضا إلى كيف يفكر الآخرين. لا تكن متسرعا في عملية اتخاذ قراراتك، دائما فكر 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 قبل اتخاذ القرار. دائما سلم الاستدلال يشير لنا ان احنا عندنا اكبر مشكله
نتوقع ان احنا حصل عندنا تواصل، بينما نحن في حالة وهم التواصل، يعني بمعنى انا اتوقع الاخرين فاهميني. لا لا، انت مش فاهم، ان انت ما فكرت في سلم الاستدلال حقهم، هم كيف فكروا؟ ما فكرت هو كيف اتخذ قراره، انت توهمت فقط اتخذ القرار، انت لما اتخذت القرار لم تبحث. طيب معنى ذلك لما انا اريد اني انا اتخذ قرار لازم اجمع معلومات كافيه عن الخبرات السابقه، المعتقدات، المبادئ، مستوى الوعي، المحفزات، الهويه الشخصيه، التفضيلات، برامج عقليه، كل هذه الاشياء ستؤثر علي في اتخاذ قراري انا كقائد، ولذلك يجب ان اخذ وقتي في اتخاذ القرار. طيب حتى اتخذ قراري بشكل جيد انا احتاج ايها الاحبه ان الاحظ ان الكلمات اللي نستخدمها في حياتنا تؤثر علينا. احيانا ممكن واحد يقول كلمه من الكلمات، هذه الكلمه بالنسبه لنا وعيبه، تجاري اتخذت رده فعل عليه، بينما هو لا يعني ذلك الامر. الناس في العاده يستخدمون عبارات ويستخدمون كلمات، هذه الكلمات قد تكون تؤثر عليهم قد لا تؤثر. انا المفروض علي ان اكون هادئا وان اجلس انا كقائد وافكر دائما بمنطقيه. طيب ياتي السؤال، ما هو اخطر شيء في سلم الاستدلال؟ اخطر شيء في سلم الاستدلال اللي تحت ذا، ان سلم الاستدلال تحت مش ثابت، سلم الاستدلال سيقودك بسرعه بسرعه سيقودك اتخاذ قرار خاطئ. ما هو اللي شيء تحت؟ ان هناك مثير او منبه انت لم تجمع منه المعلومات بشكل جيد وبالتالي انت اتخذت القرار الخاطئ. انت جالس مكتبك امورك تمام، دخل عليك واحد من مدراء الادارات قال لك يا اخي السلام عليكم، انا والله جيت اقول لك ترى فيصل تعبنا، والله فيصل تعبنا. انت من عندك على طول مباشره رحت سكعت بقرار نقله، حرام عليك، تعرف عنه معلومه؟ ممكن يكون افضل موظف عندك، افضل موظف عندك انت نقلته. لذلك اجمع معلومات اجمع معلومات اجمع معلومات. هذا معنى ايها الاحبه نحن نحتاج ان نلاحظ، ان نلاحظ دائما ملاحظه، ان نلاحظ هل نحن لاحظنا بطريقه صحيحه، هل جمعنا معلومات بطريقه صحيحه. وهذا يجب علينا كالتالي، قبل ما تستخدم سلم استدلال اجلس مع نفسك وفكر كالتالي، اذكر الافتراضات اللي عندك، صف النموذج، فكر ما الذي يجب ان تقوله، اشرح افتراضاتك، دائما ناقش، جلس سوي عمليه مناقشه قبل ما تتخذ القرار بتصرف. تعالوا بنا نقول كيف سنتخذ الان سلم الاستدلال، كيف سنقوم الان بعمليه اتخاذ مثال له. سلم الاستدلال ايها الاحبه سيساعدنا ان نقوم بعمليه تطبيقات له. فكر الان في تطبيقات لسلم الاستدلال في حياتنا انت كقائد. شوف معي الان سلم الاستدلال كقائد، انت الان عندك شخصا ما تقوم بعملية تدريبه، أنت تسأل نفسك سؤال، أنا الآن هذا كل مرة يا أخي أدربه بس ما يحفظ اللي أقوله ولا يستجيب لي، ما السبب؟ سلم الاستدلال في اتخاذ القرار. إيش هو؟ أن الشخص يجب أن يشعر أولا بمرحلة الجهل بالشيء، هو لا يعرف ما يحتاج معرفته، ثم بعد ذلك مقاومة التعلم، ثم بعد ذلك نقص آلية وعدم معرفة إجراءات، ثم نقص الاتصال الشعوري، ثم نقص في التحفيز والدافعية، ثم مرحلة تشكيل العادة، ثم القيمة الذاتية. هذا هو تطبيقات سلم الاستدلال. إذا أنا عشان أخلي الشخص يجب أن يعرف أولا، يعرف ما يحتاجه، ثم بعد ذلك يعرف كيف يستطيع يحدده. إذا سلم الاستدلال في هذه الحالة سيكون له تطبيقات. طيب تعال نشوف معنا سلم الاستدلال في حل المشكلات، كيف نطبقه في حل المشكلة واتخاذ قرارات. أنا قائد حصل معي الآن الشيء التالي، عندي الآن أيها الأحبة سأحضر هذا النموذج، أنا كقائد عشان أستخدم سلم الاستدلال سأستخدم هذا النموذج، سأحضر هذا النموذج مفرغا قبل اتخاذ أي قرار. عندي سلمكم الله مبرمج، هذا المبرمج سلمكم الله افترض أني أدير فريق من مبرمجين، أحدهم خلنا نرمز له برمز يعني حسام، هذا سلمكم الله دائما يتأخر في المواعيد، دائما عنده تأخر في المشاريع، دائما عنده قدرة أنه هو يخسرنا العملاء. أنا قررت أطرده وقررت خلاص أنا سأطرده، وبالتالي توقفت أسأل نفسي سؤال، هل هذا الشيء صحيح؟ تعال خلني أطبق نموذج سلم الاستدلال عشان أفكر. فجمعت جبت النموذج السلم وفكرت الآن، سؤال رقم واحد عندي الآن، لماذا تعتقد أن هذه الأفعال والإجراءات صحيحة؟ ليش تعتقد أنه أفضل شيء تطرده؟ إيش الإجراء اللي عندك؟ قلت الإجراء اللي عندي قرار، قررت طرده من العمل. ليش؟ أنا قررت طرده، شوف يتأخر. سألت نفسي سؤال، طيب تعال فكر، ما المبادئ والاعتقادات اللي خلتك تفكر أنك تطرده؟ قلت المبدأ اللي عندي أنه ليس مبرمج جيد وغير ملتزم بعمله، هذا المبدا اللي عندي. طيب تعال نسال سؤال، لماذا استنتجت وحكمت بهذه الطريقه؟ قلت لانه يتاخر في مواعيد مشاريع العمل. طيب تعال سؤال، نسال انفسنا سؤال، ما هي افتراضاتك حول هذا الامر؟ انا افترض ان نتائجه الاخيره عدم اهتمامه بالعمل، هو ما اهتمش بالعمل، لذلك انا قررت افصل. طيب تعال نسال انفسنا سؤال، طيب ما تفسيرك ليش هو يتاخر عن العمل؟ انه غير فعال وغير كفو وانتاجيته منخفضه، المعاني كلها تدل انه هذا انتاجيته منخفضه، بالتالي عنده جوده عنده منخفضه حسب الانتاج.
طيب تعال نسأل سؤال، ما المعلومات اللي انتقيتها؟ انه لم يسلم في الموعد المحدد. طيب مصادر اخرى مهمه؟ لا انا ما عنديش مصادر ثانيه، ما اعرفش. طيب عرض التقرير حقه في وقت اخر. طيب نيجي السؤال ايضا مهم عندنا، سؤال ما الحقائق؟ انا لم اساله ابدا بشكل اساسي، انا ما سالته ولا مره جلست معه، ولم اطلع عن شغله خلال هذا العام، ولم احاول كمدير مساعدته. اذا مين الغلطان؟ ها اذا مين الغلطان طلع عندنا الان؟ هاي يا جماعه، انا ما قمت بدوري، لا جلست مع الموظف ولا تابعت عمله ولا انا شرحت له ولا اعطيته دليل السياسات واجراءات ولا سويت اي اجراء. طيب بناء على ايش انت تبغى تفصله؟ بناء على ايش؟ كيف اتخذت هذا الاجراء؟ كيف قلت ان هذا الموظف ما ينفعش؟ اذا سلم الاستدلال راح يخلينا دائما نفكر بطريقه منطقيه. سؤالي لكم ايها الاحبه، ماذا استفدنا؟ ماذا تعلمنا اليوم؟ اسمع منكم، تفضلوا شاركونا. ماذا تعلمت عن أهمية اتخاذ القرار وفق استراتيجية فعالة نركز فيها على سلم الاستدلال؟ ماذا تعلمنا أيها الأحبة؟ ماذا استفدنا؟ أسمع منكم، تفضل شاركونا. المنطقية في اتخاذ القرار والبحث عن المسببات في اتخاذ القرار بشكل واقعي أكثر من أنها شكل عاطفي. يا سلام عليك، يا سلام يا سلام يا سلام، جدا رائع. أيضا أسمع منكم، تفضل شاركونا، ماذا استفدنا؟ ماذا تعلمنا؟ تفضلوا شاركونا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي سهل. لابد في اتخاذ القرار من المنطقية والابتعاد عن العاطفة وجمع الأدلة. يعني صراحة أنا استفدت أنه قبل ما أخذ أي قرار لابد أني أجمع الأدلة والحيثيات والإيجابيات والسلبيات لما بعد القرار. يا سلام عليك يا أستاذة فاطمة، جزاك الله عننا كل خير، ما شاء الله عليك. شكرا لك. إذا أحبتي الكرام، نحن اليوم كنا في اليوم 27 من مهارات برنامج إعداد أخصائي التطوير الإداري، كنا نتحدث عن مهارات اتخاذ القرار. اليوم كان عندنا أيها الأحبة اليوم ما قبل الأخير ضمن برنامجنا، عندنا حزم، أربع حزم، حزمة التخطيط، حزمة التنظيم، حزمة التوجيه، حزمة الرقابة. كنا قد تحدثنا أيها الأحبة سبحان الله عن التخطيط، عن التنظيم، عن التوجيه، عن الرقابة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نختم لمهارات اتخاذ القرار. غدا موضوعنا موضوع مهم، موضوع مثير، وهو مهارات كتابة التقارير. كيف تستطيع أن تكتب تقرير يحدث العمل عندنا؟ عملية اتخاذ كتابة التقارير هي الاتصالات الكتابية داخل المنظمة. كيف نتصل؟ كيف نتواصل؟ كيف نرفع تقارير؟ كيف صانع القرار يقدم قرارا لمدير المنظمة أو متخذ القرار؟ وبالتالي خليكم معنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى عن مهارات كتابة التقارير وكيف نستطيع أن نتواصل ضمن برنامجنا، برنامج تمهير رمضان لإعداد أخصائي التطوير الإداري. وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. تفضل دكتور نجوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا فيكم في اللقاء ما قبل الأخير من لقاءات التمهير الرمضانية. مهارات أخصائي التطوير الإداري. أيها الأحبة، أنا ما أعيد الكلام اللي كل يوم أقوله إلا من أجل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا من جديد، في أخوة وأخوات كل لقاء يعتبر مستجدين معنا. احنا استراتيجيتنا باذن الله تعالى شويه الشهادات تكون موجوده على الايميلات، الحقيبه التدريبيه الدكتور هيعيد ارسالها ان شاء الله مره ثانيه، مع ايضا التسجيل بالحلقه كامله هيكون على موقع مهارات النجاح باذن الله تعالى على اليوتيوب، والدكتور ايضا بيرسله في الجروب. على الحقيبه ما فتحتش معكم؟ طيب ما فتحت الدكتور، إن شاء الله تشوف إيش المشكلة فيها وتعيد إرسالها مرة ثانية. طيب إن شاء الله. بعد ما تنتهي إن شاء الله، بعد ما ننتهي. ما زلنا نقول إن اليوم المفتوح ما سجل فيه إلا ثلاثة، فرجاءً اللي حابب يسجل في اليوم المفتوح في جميع اللقاءات، من جميع اللقاءات الله يحييه، يديني خبر خلال اليوم وبكرة الفرصة، عشان نضم للجروب الخاص باللقاء المفتوح يوم 29 ساعتين إن شاء الله على نفس موعدنا من 3:30 لـ 5:30. أنا شاكرة لكم جداً اختيارنا،
وسعداء بتقديم الخدمة التدريبية لكم، وإن شاء الله نلتقي غدا بكم على خير بإذن الله تعالى على نفس الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. سلامة الله عليك. نستودعكم الله جميعا على أمل لقاء بكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم.